اتكلم. في حلقتنا امبارح فتحنا ملف قنوات النصب والإتجار بمشاكل المواطنين، وكان ضيفنا الشيخ محمد المغربي هو وسيلة الكشف عن هؤلاء المتاجرين. حلقتنا النهاردة فيها تناولات عديدة لأوجه الموضوع المختلفة، بس خلونا نشوف الأول حلقة امبارح اتقال فيها ايه. ضيفنا مش مصري، شخصية عامة معروفة ومشهورة في العالم العربي، قنوات لكل واحد من النصابين المدعين بأنهم معالجين روحانيين ومختلفين بقى عن البني أدمين، وكل واحد من الناس دي ينصب براحته، ما هي قناته، محطته، يعني سرقة برخصة. اتصالات من جميع دول العالم وحوالات، يعني أقل، يعني أقل واحد يحول له 10,000 دولار، ممكن 20,000 دولار، ممكن 50,000 دولار، ممكن 100، ممكن 200. الموضوع سهل قوي كده؟ فأنا مهدد بأي وقت من هؤلاء، لأنه هؤلاء هم عصابات مافيا. شوفي هذا المعالج بالقرآن الكريم، هل هذا الرجل يعالج بالرقية والقرآن وبلبس سنسال ذهب؟ لما يمسك التلفون ألو 10,000 دولار، روح بحول له فورا. الناس مقتنعة بأي إشي فيه كذب ودجل. نكتبي على بطنك يا علي، وإن أنجبتي ولدا سميه عليا. رحنا الواحد كان بيحضر واخد دكتوراه في تحضير علم الجان، كان ساكن في حلوان، ورحنا له قال دكتوراه في تحضير علم الجان. أنا ما بآمن إلا بالحقيقة، بآمن بالمناظرة أمامي. الشيخ محمد المغربي بيعمل دعوة، اللي حابب يناظره يتفضل. هدول يليق لهم نصاب، محتال، محترف، صياد، قاتل الناس، مال السحت، هذا اللي بالبكر. زي ما شفنا مع بعض قنوات اللي بتعتمد على النصب والاحتيال علني للي عاوز يفهم، والمؤسف في الموضوع استغلال القرآن في عمليات النصب دي، ويبيعوا الوهم للبسطاء الطيبين المحتاجين، والنتيجة بقى إن الشاكي أو المريض بنسبة 100% بيبقى حاله كما هو عليه، يعني ما بيتغيرش، ما فيش أي تجديد ولا تغيير ولا تحسن. أما النصاب فللأسف بيزيد رصيده في البنوك من تحويلات المواطنين المساكين الشاكين المرضى، ويزيد حساب الدجال البنكي ويكبر ويكبر لحد ما يفتح قناة، ويزيد بالتالي عدد ضحاياه. كارثة بكل المقاييس، يعني الأمر ما بقاش بيقف عند فاصل إعلاني أو عيادة مزيفة في مكان ما، لأن التدرج بقى بيوصل لفتح قنوات خاصة، قنوات خاصة للنصب والاحتيال عليكم. فوقوا فوقوا، ما تخلوش حد يضللكم، وانتوا اللي بتدوهم الفرصة دي عشان انتوا اللي بتصدقوهم وبتخلوهم يبعوا لكم الوهم ويدوكوا المنتجات العشبية دي والطبية المضروبة. عشان كل ده أنا النهاردة هحاول على قد ما أقدر أوضح ليكم هو إيه الطب النبوي والشعبي والبديل والروحاني، وهل يجوز إن إحنا نلجأ إليه؟ طب إمتى؟ وهل الأفضل إني لما أكون مريض أروح لدكتور أو مستشفى؟ ولما يكون عندي مشكلة مش الأفضل إني أتكلم مع حد مؤهل ينصحني ويحل مشكلتي، ولا الأحسن أن أنا أروح لحد من الشارع نصاب يستغلني ويستغل ضعفي واحتياجي؟ في الحلقة دي هنعرف أدوات النصب عبارة عن إيه، وهنعرف حكايات النصب من المنصوب عليهم بالصوت والصورة، وهنستقبل تليفوناتكم طول الحلقة، وبكررها تاني، اللي تضرر من أي قناة أو معالج روحاني نصاب يتصل بينا عشان نكشفه على الهوا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
معايا في أول فقرة النهاردة ضيوفي الشيخ محمد المغربي مالك قنوات الطب النبوي، والأستاذ أحمد عبده ماهر المحامي بالنقد والدستورية العليا والمفكر الكبير، ومعانا الشيخ وليد إسماعيل رئيس ائتلاف الصحب والآل. برحب بيهم، وهنبدأ أول فقرة أو خطوة في طريق الكشف عن مخطط الاحتيال، وهنعرف إيه هو الطب النبوي وهل هو حقيقي ولا بينسب للنبي بدون وجه حق، وهل يصلح هذا النوع من الطب للاستعانة به في أيام داب فيها خيط الشرف والأمانة مع خيط النصب وبيع الوهم؟ هل من خاف سلم أفضل واللجوء للطب العلمي البشري بتاعنا أأمن؟ برحب بضيوفي مرة تانية، أهلا وسهلا بيكم. بس خلونا نشوف فيديو عن العلاج ببول الإبل وبعدين نرجع نتكلم. حوالي 40 جملا وناقة، قد يبدو تواجدهم في هذه المنطقة الفلاحية أمرا عاديا، ما ليس عاديا هو سبب تواجدهم، فالهدف طبي محض. بول الناقة حسب صاحبها يقوم مقام الأدوية التي تعالج مختلف أنواع السرطان وتقضي على العديد من الأمراض الأخرى. وجدنا سعيد يحضر 10 لترات لمريض قادم من طنجة. سعيد يحكي لنا عن سحر هذه الوصفة وعن طريقة استعمالها. البول اصلا هو حديث نبوي، وهو كيلاق لهاد الامراض بحال ديال السرطانات والمعده وهذا الشيء ديال المعده، وفيه فوائد الحمد لله، فيه فوائد بزاف، وبزاف ديال الناس كيجوا الحمد لله كيقول لك راه جبرنا فيه الدواء وبراو الناس. الكيمياء ديال البول شحال كتعطيوها؟ هو الكيمياء بحال دابا دا يطرو كيدي واحد 4 ولا نص يطرو، ومع الصباح كيبقى يشرب شويه واحد 2 معلقات ولا 3 كيسخ، هي كيدفيهم مع الصباح وكيشرب البول هو الاول، وكيتسنى واحد شويه وكيشرب عليه الحليب، هذا هو الاستعمال ديالو. الذين صادفناهم هنا اخبرونا عن فوائد لبن وبول الناقه التي تساعدهم على الشفاء من الكثير من الامراض. كان الناس حالات سرطان اللي لقاو كاين اللي عنده السرطان اما توقف او تعطل، توقف النمو ديال الخلايا السرطانيه، او كاين الناس اللي كانوا في مراحل اولى وتعالجوا. هذا الشيء دابا شهادات الناس هما كيشهدوا بهذا الشيء، انا حضرت لهم هنايا مرارا تيقولوا هذا الشيء. هذا الناس هاد الحليب ديال الجمال عنده منافع كثيره للصحه الانسان، وجربوه وعطى النتيجه ديالو، وانا من هاد الناس اللي تنعاني شويه من الضغط بعض المرات تيطلع لي، وهذا وكانت عندي تجربه خديته مره في كديت طريق مكناس وخديته وكانت عنده النتيجه، لهذا دابا كنت دوزت من هنايا وعطاوني كاينه تماك واحد البلاصه تيربي فيها الجمال وهادشي تيبيعوا الحليب، خديت باغي زعما ندي منه. صراحة جربناه صراحة تعطي نتيجه مخيره. طبعا هذا السائل الذي يسمونه دواء له مواصفات دقيقة يجب احترامها حسب أهل الاختصاص. الذكور ما خصش البول ديالهم يتشرب، الكبار والصغار. والبول الصحي هو ديال الناقة اللي كتكون حاملة ولا معشرة، يلا عشرة الجمل كيكون البول ديالها صحي، ولا أوالي البكري. البكري هي البكرة اللي مع مرها ولدها. بول أنا هبدأ من الشيخ محمد المغربي، الكلام ده منطقي؟ والله أنا لا أعلم بهذا الموضوع. ما عندكش فكرة عن موضوع بول الإبل ده خالص؟ ها؟ ما عندكش فكرة عنه أبداً إنه ينفع فعلاً؟ ما بس ده هل ده ملوش علاقة بالأنواع العلاج اللي احنا كنا بنتكلم عنها امبارح، خصوصاً إنه في قنوات بتنادي للعلاج ببول الإبل؟ أنا بسمع بس أنا اختصاص أو متخصص بالمشعوذين يعني هذه العلاجات بجوز ناس تفهم فيها أكثر مني. ما هو معنى إنك ما بتتطرقش ليها يبقى أنت شايف إنها مثلاً ممكن تكون صح؟ ما أنا مثلاً بدناش إذا صح في ناس أعلم مني في هذا الموضوع. الشيخ وليد عايز أعرف إيه رأيك في موضوع العلاج ببول الإبل، وخصوصاً إنه في استشهاد فيه بالحديث للرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا فعلاً يعني أنا اتفرجت النهاردة الحقيقة على فيديوهات كتير، لقيت إنه بيقولوا إنه في ناس يعني هيئة الدواء والغذاء الأمريكية إنها معترفة بيه، وانه او بس لسه يعني ما وافقتش قوي، يعني لسه بتطلب الماده الفعاله اللي هي المركبه، وهو ملوش ماده مركبه ففي مماطله في الموضوع. فانا عايزه اعرف الاول، هل بول الابل بيشفي فعلا وبيشفي مرض السرطان حقيقي؟
أولا الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. بالنسبة لبول الإبل الناس بتعافيه من مجرد الاسم، وإلا دايما إحنا بنلاقي على الصيدليات الثعبان وبيستخرجوا من سم الثعبان دواء. نلاقي دايما لو إحنا مسكنا مثلا الصين الشعبية هنلاقي إن هم بياكلوا كلاب وبياكلوا فيران وبياكلوا بياكلوا بياكلوا ومع ذلك محدش عابهم في حاجة، ولكن هي بس كلمة بول الإبر. فهي كلمة بول الإبل أول ما يسمع الإنسان بول الإبل يقول لك بس يقرف، لكن ممكن يكون فيه دواء، كما أن في السم نفسه دواء. وده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم أرشادهم لبول الإبر، وفي الفعل وكان فيه فعلا وثائق كمان على ويكيبيديا وعلى مواقع أمريكية بصحة الدواء من بول الإبل. فالمسألة ما فيهاش حاجة، فممكن أنت تعافي شيء. طب أنا عايز أسأل سؤال، مش بول الإبل ده ممكن يكون فيه بكتيريا؟ ده جاي من حيوان. هل طب خليني أعرف الأول، هل الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا أوصى بشرب بول الإبل وحليب الإبل؟ ده صحيح ولا ضعيف؟ ده صحيح. لا في صحيح البخاري الباب الاستشفاء او الدواء ببول الابل. يعني روايات صحيحه ما فيهاش اي مشكله. هل تعايشت او مريت بحالات كانت مريضه وشفيت فعلا بشربها لبول الابل؟ والله انا الفيديوهات كثير جدا، يعني حضرتك انت حتى كمان جبتيها. في ناس كتير يعني ربنا يشفاهم ببول الابل. وفي ناس عافت الموضوع دوت، ولكن هو عشان ورد في احاديث صحيحه فاحنا خلاص مررناه. الا ان في مثلا جهاز مثلا طبي معين قال والله يا جماعه لا الموضوع ده خطا، وان الموضوع ده لا ليس فيه شفاء، وان الموضوع ده فيه جراثيم وده لم يحدث. فليه احنا، فانا بقول لحضرتك ان هي المساله كلها هي مجرد الكلمه بس بول الابل. لكن انا لو قلت ما الالبان، يعني انت عندك مثلا في هولندا في لبن الحمير، انا لو احنا اتكلمنا لبن الحمير عشان هي كلمة حمير. لكن اللبن عامل زي بالظبط لبن البقرة. ولكن بتفرق الكلمة، كلمة بقرة وكلمة حمير، فأنت تعافي كلمة حمير، ولكن ده لبن وده لبن، ومن أغلى أنواع اللبن لبن الحمير. فهي المعافاة بس في الكلمة، لكن هل ورد أن فعلا الناس الله عز وجل شفاهم بهذا البول؟ نعم ورد. طيب الأستاذ أحمد، حضرتك شايف أنه ده مقبول مثلا ممكن في القرن 21، ولا ده ملوش علاقة بالزمان والمكان، وأنه اللي بيقوله الشيخ وليد ده صحيح وتام 100%؟ هو طبعا الإيمان المطلق بمرويات منسوبة للرسول عليه الصلاة والسلام قد يصيب الإنسان ببعض الاختلاف مع الحق والحقيقة. و أنا بقول أنه لابد من تفوق القرآن ومعايرة كل ما ورد من السنة على القرآن، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يخالف ما تنزل عليه من القرآن، وكان قرآنا يمشي على الأرض. فهل بول الإبل اللي بتتخلص منه الإبل مش هو ده سموم بيتخلص منها الإبل زي ما أنا بتخلص من السموم عن طريق الكلى؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث؟ طيب مش ربنا سبحانه وتعالى بيفصل هذه الخبائث عن الإبل علشان الإبل تقدر تعيش؟ طب ماذا لو واحد جاله احتباس بول مننا احنا بيحصل له ايه؟ بيتعب جدا ويموت كمان طبعا، فبرضو الإبل نفس الحكاية هتموت. يبقى إذا أخذ أنا البول بتاعها واشربه الامر. طب مش يمكن ده مثلا بول في حاله مرضيه فما يتاخدش؟ جاي لحضرتك. جاي لسيادتك في الموضوع ده. بعدين احنا في زماننا، زمن بتاعنا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. فنيجي نمسك الدواء، كان في زمان تيفويد، كان في زمان شلل الاطفال، كان في زمان السل، كان في زمان كل ده راح بايه؟ بانه الله سبحانه وتعالى اكرم البشريه بعلاجات، وانه لا يقع في ملكه ما الا ما يريد. فلان الفلاني اكتشف البنسلين، فلان الفلاني اكتشف كذا، فلان لحد ما حتى متوسط الاعمار ومتوسط عدد الموتى من الاطفال قل بكتير، والاعمار طالت بكتير عن زمان. كان زمان اللي بيبقى عنده 60 سنة ده بيبقى راجل مكحكح خالص،
انت دلوقتي قاعده بتكلمي واحد عنده 72 سنه الله يديك الصحه الله يخليك. فاذا المساله الطبيه الحاليه صنعت على ارض الواقع ما يجعلنا لابد ان نؤمن به. اي فهل يا ترى وزي ما قال الاستاذ وليد انه ما حدش قال ان بول الابل غلط لانه ما فيش حد هيجي ويقول نحلل بول الابل. طب ودوا بول الابل لمصلحه الكيمياء في شارع رمسيس وقولوا لها حلل بول الابل هيطلع له كل صف السموم. طب الكلام ده المفروض امريكا او المفروض يعني حتى المفروض الناس اللي بتخالف مثلا الشريعه الاسلاميه المفروض انها تطلع بيان مثلا والله في بول الابل 1 2 3 ايوه فما طلعوش. طب ليه؟ هل هي مثلا فاتت عليهم وحضرتك انت اللي عرفتها؟ مش معقوله. لا هقول لك انا اتفضل. في حاجه اسمها الحقيقه العلميه وحاجه اسمها النظريه العلميه وحاجه اسمها الرؤيه العلميه. في حاجه اسمها منظمه الصحه العالميه. عشان يعتمد دواء في العالم لابد انه يجي هذا الدواء باللي اخترعوه او الجامعه اللي طلعته ويعرض على لجان منظمه الصحه العالميه. ما هو وتجتمع هذه اللجان هو لم يعترف به على منظمه الصحه العالميه. يبقى اذا العرب المؤمنين به مش مؤمنين بالنظام العالمي اصلا. لانه لو كانوا مؤمنين بالنظام العالمي كانوا عرضوا هذا كدواء. اللي طالما مؤمنين بقى مش هم مؤمنين ودي عقيده عندهم وان الحديث صح خلاص. يبقى اعرض هذا الكلام اعرضه على منظمه الصحه العالميه ويحصل تحكيم دولي. بس ده كده بيضرب ثوابت الحديث. طب ما احنا برضه نفس الحكايه بيضرب ثوابت بسيط قوي. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من تصبح بسبع تمرات من عجوه لم يضره سم ولا سحر في يومه. انا قلت وبزول اهو بعرض على كل الامه مليون جنيه. معلش احنا عاوننا جنيه بقى والمليون دلوقتي قيمته مال. مليون جنيه للي ياكل السبع تمرات من اي مكان ياكلهم بقى زي ما هو عايز ويجي حاسقيه نص سنتي سينور بوتاسيوم. لو وقف قدامي نص دقيقه ياخد الشيكه بمليون جنيه. ما وقفش يبقى ضحيه البخاري. مش القضيه مش كده. هو ممكن تكون سموم الجسم او اي يعني هو ممكن تكون سموم الجسم. ما تلزمناش بفهمك انت للروايه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه لو انا قلت لك انت كمسلم مثلا ليه ما بتاكلش الخنزير؟ لان الله حرمه. انت صح كده؟ سؤال بس. هناك فرق من الله. طيب خد مني وحديث منسوب. خد مني خد مني ايوه. طب الله عز وجل حرمه ليه؟ ما نهاكم فانتهوا. لا هو حرمه ليه؟ شوف حضرتك بتقول ايه؟ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا انا عايز اوصل للنقطه بس. مش تحريم وتحليل. عايز اوصل للنقطه. هو الله عز وجل حرمه ليه؟ حريه في الاختيار يا استاذ احمد تقصد؟ حريه في الاختيار؟ لا مش حريه اختيار. ده حضرتك لابد انه انا اكون على يقين في العصر اللي انا فيه ده. ايوه على يقين. لانه لابد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فليرتقوا في الاسباب. لابد ان انا ارتقي في الاسباب اللي انا بستعملها في هذه الحياه. ربنا سبحانه وتعالى امرني بان انا ارتقي في الاسباب. خد مني فالمفروض عشان ما انساهاش بالله. لا اكتب لا عشان الموضوع ما انساهاش. لابد ان انا ارتقي في الاسباب. فاذا كانت الاسباب بتقول انه ما فيش دواء يتعالج به ابن ادم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى جعله خليفه في الارض وسيد هذه الارض وسيد هذه الاكوان الا اذا اتعرض على لجان علميه طبيه وتجيزه وينشر في المجلات العلميه الطبيه العالميه ثم يتم انتاجه بترخيص ده يبقى دواء. غير كده ممكن يبقى نظريه علميه وقد تتغير. ممكن يبقى رؤيه علميه ويبقى لصاحبه بسلامه. انما انا ما اقدرش اعالج الناس والا كمان المفروض نخش الناس دي تخش السجن. يعني لو جينا واحد وقال انا خلاص انا مؤمن بحديث بول الابل وعلى فكره حديث بول الابل تحت منه على طول البان الابل. طب بول ولا لبن؟ انا طب يعلق الشيخ وليد ونرجع نكمل. انت دلوقتي قلنا ان لحم الخنزير محرم بكتاب الله. كتاب الله اكيد في اسباب للتحريم. الله سبحانه وتعالى صح كده. وممكن يكون منها المرض. وفعلا اثبتوا ان في امراض في لحم الخنزير ومع ذلك لم يدرك في منظمه الصحه العالميه ان ده لم يكن. فده مش استشهاد. ان هو مجرد ان هو لا يدرك في منظمه الصحه العالميه يبقى الموضوع لا. كذلك لحم الخنزير
مع ان اصلا الاطباء في اوروبا لما الانسان بيكبر بيقولوا بطل حاجتين، الخمر ولحم الخنزير، ومع ذلك لم يدرج على انه ده فيه امراض ويجب على الانسان الا ياكله. مين اللي معلش عفوا مين اللي قال انه لحم الخنزير في لم يدرج؟ لانه احنا بنتكلم في منظمه صحه عالميه مش منظمه غذاء وادويه، مش الفاو، ما بنتكلمش في الفاو، بنتكلم في الصحه. هو يا فندم الصحه حاجه ومنظمه الاغذيه حاجه يا جماعه. يا استاذنا الله يبارك في عمرك، ما يعني ما توديش امورنا دلوقتي دوت. عموما ده موضوع يسبب مرض معين، ده يسبب مرض خلاص ونهى الله عز وجل عنه. فهنا لم يدرج ليه؟ مش ده يسبب مرض؟ كما تكلمت في بول الابل قلت طب لم يدرج ليه؟ سعادتك دلوقتي انت راجل بتاع الاسلام، روح ودي لحم الخنزير وودي بول الابل وقول لمنظمه الصحه العالميه دول. انا مش محتاج ان انا اودي عشان يعتمدوا. انا مش محتاج ان انا اودي. اوعى تفكر ان امريكا او روسيا او الاتحاد الاوروبي كله يعني اللي انت شفته هو ما شافوش. هو هتفكر الكلام ده كله لو هو في بول الابر 1 2 3 زي ما انت حضرتك بتقول، لا ده هيطلع بيانات عشان على الاقل يضرب في الاسلام. لا انا بتكلم طبيعي، انا بتكلم اللي بيضرب في الاسلام اهل الاسلام بمخالفتهم للقواعد العلميه وقواعد التقدم والحضاره والانسانيه في كل الدروب. على فكره احنا ما قلناش الكلام دوت. يعني انا مثلا لما بتعب بروح المستشفى باخد ادويه، عاملها الخواجه وايه يعني ايه المشكله؟ عاملها سواء مسلم سواء مسيحي، عاملها ايه المشكله؟ طيب انا عايز ارجع تاني للموضوع بتاعنا. طيب نقول انه هل الطب النبوي انه العلاج بيه هل هو حقيقي وهل هو المؤثر وفاعل ولا مجرد ناس بتتقول على الرسول عليه الصلاة والسلام وبيقولوا وبيستغلوا الكلام ده في النصب على الناس؟ أكثرها نصب. بمعنى نقولها تاني، معلش نقولها تاني، أكثرها أيوة. تقول على النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها نصب. هنا الناس وده اللي قاله الشيخ محمد امبارح بالأعشاب والكلام ده كله. هو ليه الأعشاب؟ لأن الأعشاب معظم الأعشاب إن ما كانتش تشفي بإذن الله لا تضر. فأي حاجة بقى حط 2 ملي على مش عارف ايه، 3 ملي على يعني ايه، 4 ملي. لا معلش، يعني ايه تشفي باذن الله؟ يعني هي ممكن تشفي فعلا؟ ايوه يعني في مثلا اعشاب فيها مقويات، اعشاب طبيعيه. لا انا بتكلم على اللي هو العلاج من الامراض المستعصيه. لا الكلام ده العلاج من الامراض المستعصيه. يعني واحد مثلا عنده يا استاذ احمد مثلا كهرباء في المخ، واحد مثلا عنده سرطان، واحد عنده ايدز، واحد عنده شلل، هل المعقوله الاعشاب تشفي من تلك الامراض؟ يثبت علميا ان ده العشبي ده بيشفي من مرض كذا وكذا، ولكن الكلام اللي بيحصل على القنوات ده كله نصب. ان هو بيجيب شويه اعشاب ويقول لك دي تشفي من السرطان باذن الله. يعني معناه ايه لو ما شفتكش؟ مش انت برضه مش احنا قلنا كده امبارح يا شيخ محمد؟ مش هم كانوا بيلجأوا لده؟ انا عايز اقول لسيادتك حاجه يا فندم. النهارده العشب والدواء من الاعشاب، اي دواء من الاعشاب هيكون هجيب منين؟ مش هيجي من السماء، هيجي من الارض، من زراعات الارض، من قديم الارض، من اي مكان في الارض. لا هي الطبيعيه، احنا ما بنتكلمش عن الكيميائيه دلوقتي يعني بنتكلم على الكومبوننتس، التكوين بتاع هذا الدواء. بيقول 2/10 من الملي ملي جرام من كذا، 5/10 ملي جرام من كذا، 2 ملي جرام من كذا. هذه الموازين دي مقاييس علمية عالية يعني عايز أقول نظرات علمية عالية صحيح بيبحثها علماء كبار. فالنهاردة علشان أحول مثلا الفياجرا من دواء للقلب إلى دواء كمنشط، الموضوع ده رغم أنه دواء هو معتمد وجاء صدفة لكن برضو خد التشانل وراح في القنوات بتاعته العلمية لحد لما اعتمدوه كمنشط. يبقى إذا احنا النهاردة كناس عايشين في هذا العصر أيوة. المسلمين ما يعيشوش متخلفين عشان نقول للناس. المسلمين ما يعيشوش متخلفين عن عصرهم عشان يفضلوا دايما هم رعاع هذا العالم. المسلمين رعاع العالم ليه؟ لأنهم لا يعتمدوا العلم. المسلمين رعاع العالم ليه؟ لأنهم معتبرين أنه مفهومهم هم
أعلى من مفهوم هذا الكافر. وده بيأكد على كلام الشيخ محمد اللي قلناه امبارح، مش ده اللي قلته الشيخ محمد امبارح على الناس اللي بتستغل وبتحارب بتعالج بال دكتور حكى شيء إنه الأعشاب تصنع بفكر علماء ياخذوا زي ما تفضل من وإلى وزبط. إحنا عندنا هذول اللي بنحكي عنهم اللي بخلطوا الميرامية والملوخية والمش عارف إيش وبالكيلو على نشارة على وبيعبوا وبيعطوا الناس قديش الناس اللي جانا اتصالات اتصالات يا دكتورة زيت الزيتون تحط عليها عايزين بقى ليه الناس والزيت المقروء ما الناس إمتى هتبطل إنها تمتنع إنها تفهم إنه اللجوء اللي ده مش المدرسة الكبرى هي الإعلام. المدرسة الكبرى المدرسة الكبرى لهذا الأمر يا فندم هو الإعلام، لأنه ستيتا وأم الخير ونفيسة والراجل يعني أبو أحمد ومش عارف إيه والشريفة المغربية وأبو الحارس في أعماق في أعماق والوائلي في أعماق الأرياف وفي أعماق الصعيد دول مدرستهم مدرستهم أنتوا مدرستهم أنتوا أنتوا المدرسة الكبرى المفتوحة. لذلك برنامج زي ده أكثر فائدة. لا بس في قائمة عشان بس الناس ما تفهمش ان القاهرة والناس ضمن الشاشات اللي بتعمل كده، احنا بنتكلم على القنوات اللي بتدخل تندرج تحت قنوات النصب والاحتيال. انا بقول بكل صراحة عندي قناة هنا في مدينة الانتاج الاعلامي زي قناة الفتح دي قناة نصابة وانا على قد المسؤولية وانا اعرف ناس شغالين فيها اللي هو اللي احنا عرضناها اللي للشيخ حضرتك احمد عرضتيها الفاتح نصب والنصب مش عن احمد عبد عوض احمد عبد عوض والنصب كمان مش عن طريق القناه كده لا ده كمان بيعمل زيوت والزيت والله ناس شغاله معاه الزيت قد كده لا يتكلف 10 جنيه بيبيعه ب 450 جنيه ناس جات لنا من السودان ده مقروء عليه وده جاي من المغرب وده جاي وفي الاخر كله جايبه اصلا هو تنايه كبيره وعمال يفضي في ازايز صغيره والناس الغلابه وكل كل اللي بياخدوا منه من الارياف لا ومن السودان من السودان والسودان والمغرب كمان يعني بره مصر كمان بره مصر هم مكتبي على اعتبار ان انا احمد عبده ما انا احمد عبده ماهر بس هو احمد عبده عوض فجم عندي انا في المكتب وبعدين اكتشفوا ان انا احمد عبده ماهر مش احمد عبده عوض فقالوا متاسفين وكانوا جايين يتعالجوا بقى كانوا جايين يتعالجوا عندي والله تعالجوا بقى يا استاذ احمد الموضوع مربك من ده فين الحكومه من ده قناة بتبث من مدينة الإنتاج الإعلامي والشرايط بتاعتها موجودة والناس بتروح الحكومة نفسها تروح تشتري وتشوف هو المنتج احنا ايه احنا عايزين نطلب من جمعية حماية المستهلك برضو انه ما ينفعش اهو حضرتك وباين على الشاشة دلوقتي ولا الجهاز واللي يحط ايده على الشاشة وبيشفي الناس وبيقرأ عليهم الكلام ده كله المادة 336 اهو اللي بيطلق على نفسه الشيخ احمد عبده عوض حضرتك لما تخيل انه يعمل ازازة قد كده ما يكلفهاش 10 جنيه ويبيعها ب 450 جنيه ومن الناس المندوبين اللي معاه يعني انا المعلومه دي جايه لي من الناس المندوبين اللي معاه اللي بياخدوا الازازه بودوها للقرى تخيلي لما يجي مثلا واحد زي ده نصاب مثلا يروح جاي حاطط ايده على التلفزيون ويقول لها حطي ايدك على التلفزيون وقولي بسم الله ويقعد يقرا قران يعني بيطلع منها الجن والكلام ده كله فين ما هي دي الناس اللي بتستغبى الناس وهي دي الناس اللي بترجعنا ورا عشرات السنين القناه دي فلوسها جت منين ما هو انا ماده 336 من القانون قالت انه من استخدم طلقا احتيالية بقصد سلب او بغرض سلب كل مال الغير او بعضه يعاقب وفي عقوبة اللي هي 5 سنوات المفروض انه الشرطة تنفذ المادة 336 تقبض على الناس دي ما بيتقبضش عليهم ليه رغم انهم معروفين وعليهم زحمه وناس كتير الناس مين الشيخ احمد عبده عوض نجيبه يا جماعه ننزل الفيديو ننزل الفيديو ايدك هات ايدك 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 اشهد 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 تنزل ايدي اشهد تنزل ايدي اشهد 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 يا رب اشهد يا رب اشهد اشهد يا رب ارحمني يا رب اشهد يا رب ارحمني اشهد 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 اشهد
اشهد. لا اله الا الله. اخذ روحك في ايدي. اشهد ان محمد رسول الله. حضرتك ما كانش مسموع، كان المايك مش العدسه يعني، هو وشه اللي جاي لنا وايده جايه لنا، ده بدليل انه هو بيتصور للدعايه، ده افكتات بقى. بيعمل كلوز يعني، بيعمل اللقطه كلوز بحيث ان هو يبان ان هو بيخرج فعلا الجنة. طب انا عايز اعرف الشيخ وليد انت ايه رايك يعني، ما انت يعني ما هو ده قران وهنا قران وهنا لا يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيجي له حد مصروع اخرج عدو الله فانا رسول الله، اكتر من كده ما بيعملش حتى لو قرأ عليه قرآن. طيب معلش معانا مداخلة لضحية من الضحايا اتصلت دلوقتي، هتهلنا بسرعة يا جماعة. فاتن من المنصورة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذة بس؟ أهلا وسهلا، اتفضلي قصتك إيه قولي لنا. أنا قصتي والله العظيم أنا جوزي كان تعب من ضرب سخونية في المخ، وبعدين كنت بسمع الشيخ أحمد عبد عوض اللي هو بيعالج جميع الحالات. فانا عرفت دكميرة اول لان هو بيحضر الرقية الشرعية خميس وخميس. ايوه. فبعدين خدوه مني هناك لما حضرنا الرقية الشرعية، وبعدين بيحصل هناك حاجات وحشة قوي. الحريم هو بيتصلص كده بيقعد يقول قرآن، فالحريم طبعا بيقوم ناس محترمين قوي فجأة لقوهم قلعهم الطرح ويقعدوا يصوتهم ويقلعهم ويعري عن جسمهم وحاجات فظيعه يعني. وبعدين هو بعد الرقيه الشرعيه بيصيبهم وينزل ما بيعملش اي حاجه. وبعدين انا خدت منه وغير اللي هو جوزي خدوه مني هناك، قالوا بعد الرقيه الشرعيه هننام في المسجد وتمسم يعني ثاني يوم لما النهار يطلع وكده. فواحد اسمه محمد الشيخ محمد صلاح خد مني جوزي على اساس اللي هو بقى ايه، قال دي في عقدتنا. قلت له والله جوزي ما بيعرف اي حاجه سيبه معايا. قمت بعد صلاه الفجر ما لقيتش جوزي، ورحت له البيت للشيخ احمد الشيخ محمد صلاح، والدته قالت لي نكرت، قالت هو مش موجود تمسها مع الشيخ احمد من بدري. فبعدين رحت بقى قالوا لي في ناس قالوا لي تعالي للحاج صبري اخوه، رحت للحاج صبري قال لي يا بنتي النهارده الجمعه خليت البكرة ابقى اتصل على الشيخ احمد يدعي لك دعوتين اللي هو يرجع. فطبعا انا قعدت اصرخ وكنت في الغصان والحاجات والاراضي، وقعدت اصرخ واقول يا رب ابعته لي. ففي واحده اتصلت على باب بنتها كان بايت بره في الطرق، قالت له والله في واحد تعبان لو انت شفته في الطريق جيبه. جابوه لي من على طريق مصر. اهل دكمره كلهم اكيد فاكريني ماشي، ووقفوا جنبي. رحت برضه مدينه الانتاج بعدها وخدت منه معاد على اساس ان انا اروح دار الاستشفاء. فقدام الناس قال لي انت عايزه ايه يا بنتي؟ عايزه فلوس ولا عايزه؟ قلت لهم والله عايزه جوزي يتعالج، مش عايزه حاجه. اداني معاد على يوم الاحد، رحت برضه وقفت جنب على ما الناس يخلصهم. فبعدين ايه قال لي انت ما فيش مكان. قعدت اجري ورا العربيه بجوزي واللي دعوت وعيط له لحد ما خدني ورحت هناك. قعدت اسبوع اسبوعين في الطرقه ما نايمنيش على سرير ولا اي حاجه. هناك بقى ايه صلاه بس، صلاه ما بيعالجش حد، بنصب على الناس كلها. والاخر انا بعيط على حظي وسايبه ثلاث اطفال وبنت بترضع. فقام بيقول لي انت بتعيطي على ايه؟ انت جايه تتحاكي مش فاهمه حالك في بلدك ماشي. وبنصب على الناس بياخد من الناس في الاسبوع 1750 جنيه. ايوه هي دي. الاكل بيبيعه. واحد رايح يقول له يا حضرة الشيخ، وانا راجل كبير انا ما كنتش بقى الاسبوع انفضحه في الميكروفون. عم بقول الاخ اللي بقى يقول لي انا جعان ما يروح يشتري له وجبه من اللي هو بيبيع المسك اللي هو بيبيعه للناس والحجامات، والواحده بتبقى جايه من تونس ومن هنا وهنا، واللي بايع صغط مراته عشان ابنه يتعالج ولا بنته. كله بقى زعلان بقى زعلان، صدقوني اقسم بالله نصاب نصاب. ولو انتوا عايزين اعمل مواجهه له هو نصاب، وبيبيع المصاحف يا ناس. هو يعني ربنا ادانا القران علشان نتاجر به؟ ربنا ادانا القران عشان نتاجر به ولا نيجي نشتري به الناس من بدون اجر؟ بكام المصحف يا ستي؟ المصحف بقى وانت طالع بقى ب 200 وانت طالع. 200 وانت طالع المصحف؟ ما مصحف مبروك. أيوة. بقى مصحف مبروك.
بيبيع بيبيع حتى المسك، المسك مضروب، كل حاجه مضروبه، كل حاجه مضروب. صدقوني اقسم بالله الراجل ده نصاب وبيضحك على الناس، والناس كلها ماشيه زعلانه ويقولوا ويقولوا ايه احنا بتضحك علينا، احنا خاطر علينا. ليش ما بلغات يعني؟ طب ليه ما بلغتيش يا ست فاتن؟ ليه ما بلغتيش؟ الشيخ محمد المغربي جنبي اهو بيقول لك ليه ما بلغتيش؟ ابلغ ازاي يا استاذه رسمه وانا راحه بتعلق في اي امل حد يساعدني؟ جوزي تعبان لحد الان مش عارفني ولا عارف عيال. معايا ثلاث اطفال. معلش في ناس كتير. انا جوزي مش عارفني ولا عارف عياله، عندي ثلاث اطفال وقاعده في الايجار ولا لاقي حد يساعدني. انا في شغله اختي العزيزه حكيتيها انه في ناس بتقلع، يعني بتقلع ليش جوه في ايوه وهو في دار الاستشفاء الموضوع ده، وفي مدينه الانتاج الاعلامي واخد برضه هناك المسجد بيعالج فيه الحريم على الرجاله وبيقلعوا بس يعني فبتقع فبتتكشف. لا يجوز انه الراقي يمد ايده على المراه. انا هيك بعرف الاسلام. وفي دكميره وحرام حرام يعني. طيب شكرا ست فاتن. ليه هم ما بيبلغوش؟ لانهم غلابه. يعني انا برضو بستغرب يعني. طب ما يبلغوا. امبارح سياده اللواء اللي جه امبارح، عشان انا حاسس ان اللواء ده اتظلم معلش. اللي هو شحاته خميس؟ اللي هو شحاته خميس. الراجل يعني هو درس القانون صحيح. أيوه. في كليه الشرطه، لكن ما عرفش يشرح الموضوع كويس. وهو كان بيقول لفضيله الشيخ بيقول له قول لي رقم القضيه، قول لي رقم. هو حضرتك معلش هقطعك حضرتك يعني قبل ما تبدا كلامك، هو حضرتك لما تدعى لندوه لتكريم شخص معين هتروح من غير ما تعرف مين الشخصيه اللي انت رايح تكرمها؟ عارف. طيب وماله؟ انا رحت عشان يعني هتحرى عنه مثلا، هعمل عنه كشف سياسي وجنائي. حضرتك انت هو داخل وظيفه حساسه جدا. إيه لا هو مش داخل يعني، انا رايح واحد هيتكرر يعني لدكتوراه او خلافه، هعمل عنه كشف سياسي وجنائي عشان احضر له التكريم؟ طيب اللي بتخرج دكتوراه يا دكتور ثانيه واحده يا فندم هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. دلوقتي الانسان امتى يدان؟ نعم. لما يكون ضده حكم نهائي وبات. نعم. هنا لما انا اروح على واحد محكوم عليه بالنصب واكرم واحد محكوم عليه بالنصب بحكم نهائي وبات. نعم. وسيادتك معاك الحكم اهو ورق. نعم. ورق اهو. نعم. هنا بقى يبقى عيب الحاضرين كلهم. طيب. اما انه انا مش عارف انه عليه حكم او انه عرفت بعد كده انه عليه حكم واستمرأت الموضوع رحت له مره واثنين وثلاثه بعد كده. نعم. هنا بقى ده الغلط. نعم. لكن اللواء خميس يعني الراجل رايح بسلامة نيل لان في لواء زميله دعاه، ومش المفروض انه يشك في زميله، ومش المفروض انه يشك كمان في اللي هيكرم. ومفيش، هو بيسأل حضرتك سؤال قال لك فين رقم القضية، وانا بزود على كلامه. نعم. اللي فيها حكم نهائي وبات. يعني احنا بدنا ندور على حكم نهائي وبات. يعني اللي الناس دي بقى الست اللي اتكلمت دي، ما هي الدكتورة سألتها قالت لها انت ما اشتكيتيش ليه؟ لا هتشتكي ولا غيرها هيشتكي ولا بيخافوا ولا الالف هيشتكي بيخافوا. طيب ما عشان غلابه. طيب. عشان غلابه. انت سالتك الدكتوره. طيب سؤال دكتورة. هنا بقى وظيفه المدرسه المفتوحه. محمد نخليه يكمل كلامه. اتفضل. الدكتوره سالتك سؤال قالت لك انه ليش مثلا ما تقص الموضوع او عند مين رايح؟ انت قلت لها يعني هو ما عليهوش قضايا ما عليهوش، يعني انا وياك هلا لو رحنا بدنا نخطب بنت لا اخوي او لا ابن عمي او لا ابن خالي، بنسال عن اهلها ولا ما بنسال؟ عموما بنسال عموما جيدين العائله ممتازه ما بجيبش الاحكام يعني اللي عليهم. ها بنسال عموما انا ما بجيبش احكام كويس عموما. اذا عموما ليش ما سالنا مين هو هذا الشخص مع انه بيطلع على القنوات الفضائيه؟ وهذا الشخص اسمه ما حطوش حتى بالتكريم، حاطط ابو الحارث. مين ابو الحارث؟ طز يا ابو الحارث، مين هو ابو الحارث؟ احنا عايزين نقول مين هو ابو الحارث. هل تعلم ابو الحارث انه ناصب على كل الدول العربيه في العالم؟ هل تعلم ابو الحارث انه مطلوب لكل الدول واجى على مصر والان هرب، وبلبنان الان بسمعك ناس في الامن في لبنان موجودين الان عند مكتبه وهرب وصار له مسكر المكتب ثلاث شهور هرب على العراق. القناة اللي بتشوفها حلقتين مسجلين طول السنة وعنده عصابة كاملة بردوا على التلفونات وبتم التحويل. هو يقول للواحد
وشفيت بواحد بشكره فقط لا غير، الحمد لله عيوني طابت. طب شاف عيونك؟ ما عيونه حول، ليش ما شفاهم؟ ليش ما يشافي نفسه؟ إذا هو بعالج ليش ما يشافي نفسه من السكري؟ كله مخزق من إبر الأنسولين. أنا شفت الحلقة امبارح، بس أنا عايز أسأل حضرتك. تفضل. هو حضرتك بتعالج طب إزاي؟ أنا ما بعالج سيدي. ما بتعالجش؟ أنا بعالج بالمشعوذين فقط. يعني إيه بالمشعوذين؟ يعني بس أنا علي أفضح المشعوذين بس. نعم، عندي يعني 10 قنوات ناقد يعني. نعم ناقد فقط. يعني هم العشر قنوات بس للنقد، للناس للنقد، وأعطي للناس الطريقة بالعلاج الصحيح وكيف هي تعالج. الطريقة بالعلاج. أنا جلستي هون وجيتي على القاهرة لفضح المشعوذين، وأنا أتحمل هذه المسؤولية، صار لي فيها 8 شهور بالعشر قنوات بقول للناس استعملوا الماء المرقي وزيت الزيتون وأرقوا نفسكم. الماء المرقي، يعني حضرتك انت الماء المرقي وزيت الزيتون يقرأ وترقي نفسك من نفسك. انا عايز اسال سؤال بس. نعم. يعني هو خطر في ذهني ان انت عندك 10 قنوات. نعم. 10 قنوات دول هنقوله 12,000 دولار تردد للقناه الواحده في الشهر. نعم. يعني حضرتك بما يعادل 200,000 دولار. نعم. في الشهر للعشر قنوات. نعم. حضرتك بتدفع 200,000 دولار في الشهر. نعم. للعشر قنوات. نعم. عشان أنا بس فاتح تطلع قنوات. معلش خد بس سؤالي قبل ما اطلع على القناه. بس خد سؤال. نعم. الاخر. يعني حضرتك عايز تقنعني ان انت بتدفع 200,000 دولار في الشهر الواحد للعشر قنوات عشان. نعم. تطلع تحذر الناس من المشعوذين. نعم. طب انت بتجيب الفلوس دي منين؟ هذا عندي فلوس الحمد لله. انت يعني انت ما شاء الله تبارك الله. وطيب يعني بس عندي فلوس قبل ما اني اطلع على القناه. يعني تديله الزيت. نعم. الزيت. نعم. ده لا تاخذ منه الزيت من عنده اخي. الزيت من عنده. طيب والماء من عنده والرقيه وما بتاخدش منه فلوس؟ هو يرقي نفسه، انا بعلمه كيف الطريقه يرقي نفسه وبدون مقابل. نعم. وبدون مقابل. نعم. والتليفونات؟ طيب. نعم. التليفونات. التليفونات عاديه. عادية؟ نعم. مظلوم. هاي قنواتي موجودة وتفرج يعني عليها. أنا صراحة كلامك بقول له يعني جهز يعني الزيت والماء من عندك. يعني أنا واحد من الناس بطلع في قنوات فضائية وعارف التكاليف القنوات كلها. يا أخي طيب. أنا مظلوم. وإذا تكاليف؟ لا حضرتك بس أصل أنت بتتكلم كلام غير واقعي خالص. ليش غير واقعي؟ يعني 200,000 دولار. أنت ما تشرح لهم يا شيخ محمد. 200,000 دولار عشان تطلع تقول فلان الصمت. أخي العزيز. كانت تكفيك قناة واحدة. عشان هم مش متابعين بس. يعني كانت تكفيك قناة واحدة. أخي العزيز أنا عندي علاج بس مش بمئات الألوف. ولا بمئات الدولارات. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو زيت الزيتون البكر، بيستعمله بدير عليه زيت زيتون بكر ويعالج. بكام؟ نعم. بكام؟ شو هو اللي بكام؟ الكلام ده بكام؟ في شيء ب$50، في $100، في $20 على الزيت اللي انت بتشتريه القلن، القلن 5 لتر. أيوة كم ثمن؟ ايوه الفكره بقى مش حضرتك. في فلوس. الفكره طيب. مش فكره ان انا طلع. بس انا ما بفتحش يعني ولا باخد اسمك. لا لا ولا لا اسم امك. بص مجرد اصبص يعني انت بتكلم واحد بفضل الله خبير في القنوات. طيب خبير بالقنوات. انت بس تفتح الاتصال. نعم. وتقعد مع واحد نص ساعه تقول له والله يا اخي اشرب كذا او اعمل كذا او اعمل كذا. نعم. دي ممكن اصلا تجيب لك في نهايه الشهر مجمل الكلمات دي تجيب لك اصلا ايجار القناه. اسمعني شوي. اسمعني بس بالله. انا مش بتقول اني انا بعالج وباخذ فلوس. يا شيخنا بس اسمعني. ورجيني اي شخص ما استفاد من علاجي. يتصل الان على الهواء. يا جماعه نزلوا لنا كده الفيديو. نزلوا لنا الفيديو. مش مساله استفاده. هو مش هيتعالج اصلا. إنسان. هو مش هيتعالج ومش هيتضر لان الزيت مش هيضره. ايوه بس ورجيني شخص انا كدا. صار لي 40 يعني انت حضرتك سنة. انت حضرتك كده يعني معلش انا رؤيتي تسمعني يعني؟ ما انا سالتني السؤال وما بدك تسمعني. طيب. انا معالج من 40 عام من وانا ولد صغير بالاردن معروف. تمام. هو الشيخ يعني محمد معالج بقى. يعني معالج خلوني اقول حاجه يا جماعه. يعني معالج يعني حضرتك مثلا عندك معاك دكتوراه بتعالج. يعني هو الشيخ محمد يتحدى على الهواء ان حد تضرر. انا عايز افهم فعلا يعني انا عايز افهم. انا بحكي لك معالج. المعالج ايه يعني حضرتك دكتور؟ حضرتك دكتور. لا امال ايه؟ طب يعني انت مثلا التركيبات اللي بتعملها دي بناء على ايه؟ لا انا لا مش هينفع يا شيخ محمد. ازاي مش انت اللي قلت اي حد عايز يسالني يسال؟ ما انا بسال عشان افضح المشعوذين. طيب اتفضل. الان جبت شخص وبتقولي لي انت كيف بتعالج وما كيف بتعالج. دي حاجه عيب ان احنا ان انت تقول بتعالج. اسمعني بقول طب هنسمع. بس لو سمحت اتفضل. حط بس الميكروفون. ممكن تلبس المايك لو سمحت. حط الميكروفون. حط الميكروفون. اهلا وسهلا بيك. عادي معالج من 40 عام يا سيدي. اهلا بيك. ولكن انا دلوقتي انا عايز اطمن. انا دلوقتي مش انت اللي قلت امبارح. ايوه بس انت ما جبتيني تساليني عشان العلاجات. حضرتك انا انت جبتيني لفضل
واضح المشعوذين صح أيوة ولا لا؟ حضرتك انا ورجيني ورجيني الشكوى علي تتكلموا عن المشعوذين ورجيني شكوى من عند اي شخص وانت أيوة. على الهواء الان طيب. اخذ من عندي وفي... علاج وضحكت عليه اوكي يا استاذ انا تهدى دلوقتي انا لازم اطمئن سؤال بس انا لازم اطمئن ليك اسمع يا فانا بقول لك معاك دكتوراه قلت لي لا انا ما معي دكتوراه انا عامل النسب اللي انت بتحطها النسب اللي انت بتحطها يا شيخ محمد انت امبارح كانت حجتك قوية انت دلوقتي بتحط النسب ازاي عشان تعالج لا حول ولا قوة يا اخي العزيز انا غير ثواني بس انا مش دكتور انا انسان بعالج منذ 40 ما هو انت خلاص اتفقنا ان انت بتعالج نعم. لكن بتعالج طيب. ازاي ممكن معلش ممكن انا ارد طب اتفضل نزلوا لنا الفيديو يا جماعة ماشي هو الله هو الله هو الله هو الحق هو الحق هو الحق هو الشافي المعافي توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الحق هو الحق هو الحق هو الشافي المعافي Thank you.
الله مش انا. He's telling you whoever healed you الله. 2 days ago or couple of days ago is God, not him. He's the tool. He's the connection. He brought you the energy. So can we repeat what he tells you? Because he's gonna pray something. He's gonna give you an energy, but you have to repeat the exact word behind him. That's fine. تفضل. أشهدُ. أشهدُ. أن. أن. لا إله. لا إله. إلا الله. إلا الله. وأشهدُ. أشهدُ. أن. أن. محمداً. محمداً. رسول الله. رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. شيخ محمد بهدوء كده اشرح لنا الفيديو وعرف الناس انت عملت ايه او بتعمل ايه. هذا الرجل ايوه صاحب صيدليات اعشاب بامريكا. تمام. رحت على امريكا قرات عليه فحص السكر اشرطه موثقه نزل السكر عنده من الله سبحانه وتعالى مش مني وانا بقول على القنوات انا لا اشفي الشافي هو الله. انت سبب الشافي هو الله سبب نعم سبب الشافي هو الله هذا الرجل استغرب لما عملوا معاه اللقاء صار أنا أول قال أنا أول ما كنت مقتنع بس حسيت بشيء غريب حب من الرجال قال لي أنا بدي أحط كل صورك على كل منتجاتي في أمريكا لأنه أنت كنت سبب في شفائه نعم من الله أيوه حط صوري الآن في على هاي الأدوية بأمريكا وأنا باخذ من هاي العلاجات بحسب لي نسبة من هاي العلاجات اللي تباع بأمريكا العلاجات دي عبارة عن إيه بقى؟ هو بصنعها من المارينجا أنا حط صوري عليها فقط أيوه يعني هاي المنتجات طب هل أنت بتستخدم العلاجات دي؟ لا مش هو متوفر بس إلا بأمريكا يعني ما فيش منها فين بالوطن في العربي في كل امريكا متوفره في كل صيدليات في كل نعم. في كل الولايات المتحده ما تنزلهاش في العالم العربي يعني احنا مسلمين حتى والمفروض احنا السكر انا مش مقتنع يا اخي انت مش مقتنع بيها مش مقتنع بيها لسه حضرتك بتقول انا يعني اعطيته نسب معينه بالاعشاب انا ما بقتنع انا انت حضرتك دلوقتي لما رحت للراجل ده صاحب الشركات نعم. تيجي الادويه نعم انت عالجته انت بتقول عالجته باذن الله او بفضل الله يا اخي انا ما ببيع الاعشاب حط صورتي على هاي تقريبا طيب انا معايا تليفون يمكن اتصل 3 أو 4 مرات ابو احمد من لبنان ايوه مساء الخير مساء النور ايوه اهلا وسهلا ابو احمد اول شيء يعطيكم العافيه ابو احمد من لبنان اول شيء يعطيكم العافيه شكرا حابك اعلق على حلقه امبارح حلقه اليوم بدك تعطيني مجال لو سمحتي طيب حاضر اتفضل الان واضح ان الشيخ محمد امبارح كان دوره اكثر بالحديث وكان امبارح يعني ما فيك الجلسه كويس الان لما واجهتوه انتم في الحقيقه وانا طبعا امبارح لما حضرت الحلقه دخلت شفت الفيديوهات تبعيتي انا بعرفه اصلا من زمان بس انا بدي اعلق على كم شغله اول شيء اريد احكي انه هو شيخ اول شيء الشيخ ما فيه يعني يظل يستهزئ على خلقه الله هذا احلم وهذا استغفر الله شوف كيف شكله اذا شفت حلقه امبارح واليوم هو شغلته عملته بس انه يستهزئ على خلقه الله هذا واحد ثانيا اذا احنا بنحكي انه التمثال انه زي ما حكى امبارح على ابو الحارث انه هذا التمثال او انه واشم على ايده هذا ما بصير يخليه شيخ فهو مع احترامي الشديد له هو بنات بتشتغل ممثله في الاردن وبيعرف هذا الكلام ثالثا معلش معلش صوتك مش واضح معلش معلش ابو احمد معلش الشيخ عنده استفسار بيسالك بس بتسال على ايه شيخ محمد شو حكى ما فهمتش بالاردن بيقول واشم على ايده او واشم واشم انا على ايده هو بيتكلم على ان ازاي شيخ يعني واشم على لا 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 بيتكلم على ان انت كل الناس على يوسف التوني عيبت فيهم لا بقول فيه انا اشي واشم لا 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 مش انت لا 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 بيقول على يوسف التوني بيتكلم على ان انت عيبت كل الناس اللي جم بالامس عيبت فيهم وقلت ده واشم في ايده ودي مش شريفه وده نعم سافل وده نعم مش عارف نعم وده هكذا نعم هو بيتكلم في كده نعم في النقطه طب دي اتفضل كمل اتفضل ثانيا ارجع لقنوات الاستاذ محمد بتلاحظي انا ما بقول شيخ ولا يمكن احكي لشيخ بقول الاستاذ محمد هو من الاردن مش من الاسعار هو من الاردن وانا مش لبناني انا مستعد أنا مستعد طيب يا أبو أحمد الشيخ محمد بيقول إن أنت يعني أردني. صوتك أردني مش لبناني
بس ما علينا يعني اردني او لبناني. لا 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 مضبوط، انا اردني ولكن مقيم في لبنان. مضبوط هو كلامه تفضل 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 تفضل. انا في الاردن وكل الناس بتعرفني في الاردن، بس ممكن تسمعوني لو سمحتوا؟ تفضل نسمعك. ليش ما نسمع؟ بس صوتك معلش يا يا ابو احمد معلش، صوتك في حاجه، في صدى في الصوت. الصوت بس ابعد عن المايك او التليفون شويه علشان الصوت مش واضح كويس. كده كويس؟ او انت بتتكلم من سبيكر يمكن فتح التليفون؟ لا كده كويس. ابعد بس عن المايك شويه، بقعك عن المايك شويه بس. اتفضل اتفضل كمل. ثانيا الاستاذ محمد بيحكي انه انا معروف جدا في الاردن، طبعا هو معروف فعلا ولكن معروف في نصبه. انا بحكي الان بصدق، ولو هو الان بيحكي صدق يورجيني، يورجيني شغله واحده بس، انه هو مرخص من الاردن، يعطيني ترخيص له من الاردن انه هو مرخص قنواته من الاردن. وانا بعرف كويس، يعني انا بعرف هذا الشخص، مش بس انا، كل الاردنيين بيعرفوا هذا الشخص. وانا بدي احكي شغله بس شيء كثير مهم، انه لا يعني انه طلع على قناه محترمه إنه هذا الرجل صار فضيلة شيخ، لا يعني هذا الكلام أبدا. فهو له باع طويل ويسأليه ليش تركت الأردن؟ في سؤال واضح أسأله إيه؟ الأستاذ محمد ترك الأردن 8 سنوات. 3 سنوات؟ ترك الأردن 3 سنوات ليه؟ أنت تركت الأردن 3 سنوات؟ ليه؟ سافرت سافرت مش 3، 8 سنوات. 8 سنوات؟ هو سافر 8 سنوات يا أبو أحمد. طيب ليه؟ بيقول لي ثانيا اذا هو الان موجود اذا بيقرا لك سوره واحده من القران الكريم، هو بيعالج بالقران الكريم. اذا بيحكي لك الان سوره واحده فقط، هل الان بتلوها علينا؟ انا مستعد اعطيه شرط على الهواء الان، اذا بيحكي لك سوره واحده كامله. انا حكيت الان الاستاذ محمد بيعالج في القران الكريم الان، هو موجود عندك وعلى الهواء. سوره على الله واحده فقط. الحق والشافي المعافي. هو بيقول انه ما عندوش الا الجملتين دول هو اللي بيعالج بيهم. انت عارف ان هذا بتعرف من زمان يا شيخ محمد. نعم. وهو بيقرا قران دكتوره، هو بيقرا قران على البيت وبيقرا قران على المي وبيبيعهم. نعم بيقراهم وبيبيعهم. احنا الان بدنا اياه على الهواء يقرا سوره واحده من القران، سوره واحده فقط. من كم سنه بتعرف الشيخ انه بهذا الموضوع، يعني بهذا المجال؟ والله من لما خلقت. نعم من لما خلقت وانا بعرف حضرتك. من يوم ما خلق يعني انا خلق. انا كم سنه صار لي بهذا المجال؟ لا معلش يا ابو احمد توطي التلفزيون خالص يا تقفله. انا برضه يعني تقريبا انا هو انا قرات الان انه انا بعرفه من انا بعرف انه بيشتغل في هذا المجال من 10 سنوات ولكن هو الان حكى انه 40 سنه ولكن انا بعرفه من 10 سنوات بيشتغل في هذا المجال. طيب اتصالك يعني معي وانه لا اعالج وانه نصبت، ممكن اعرف على مين نصبت انا؟ بالضبط على كثير ناس، على كثير ومش بس هذا الكلام. لا ما هو معلش حضرتك برضه يا تتهمني مش... انت اتهمتني اني انا نصبت على مين؟ اعطيني واحد. ادي له دليل، مش اتهمتك رساله يعني. هذا الكلام مثبت قضائيا في الاردن، مش انا اللي بحكيه قضائيا. عندك قضائياً. طيب ممتاز، عندك رقم قضيه؟ شفت ازاي؟ لا مو مضبوط، لا هذا بقول قضيه. ايوه طب ما انا ده اللي انا قلته. ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. ممكن اسالك سؤال؟ ممكن انت ابو احمد اذا انت بطل وعندك كل هالبطولات تحكي اسمك وتعرف عن نفسك؟ لا تحكي انت اسمك الحقيقي استاذ. انا اسمي محمد عادل. انت اسمك الحقيقي. ما هي اسمي بالقناة. ما هي اسمك محمد المغربي. انا طول عمري انا ليش انا باجي على البلاد مخبي اسمي؟ استاذ محمد انت اسمك محمد المغربي والسؤال واضح. انت انسان موزوز، انت انسان موزوز، وانت انسان ما بديش اغلب عليك. سؤال اسمك محمد المغربي الان على الهواء. لا انت انسان مدسوس، انت انسان مدسوس ضدي. هو بيقول الاتي، بيقول انه حضرتك مدسوس. ثانية واحدة، هو بيقول ان حضرتك بتبيع الزيت اللي مقري عليه. اللي مقري عليه. سؤال وانت ما بتعرفش. معلش يا جماعة نسأل ابو احمد. نعم طيب بشكرك. نعم يا ابو احمد. هو اسمه محمد المغربي. هو اسمه محمد المغربي. طيب معلش قول اللي عندك. لقبي محمد المغربي. قول اللي عندك انت يا شيخ. هو لقب عادي. انا خايف اني احكي اسمي. انت اللي مغير اسمك، مش انا اللي مغير اسمي.
طب ايش اسمي انا؟ انا في القناه في ايه يا جماعه؟ يا اخي احكي اسمي. طب تفضل على الهواء احكي، سمعوا لكل الناس. اورجيني انا واحد زي ما انت. انا ما بدي احكي اسمك، انت اللي احكي اسمك. اعطينا اسمك الحقيقي الان. مش محمد المغرب اسمك. يا سيدي انا اسمي محمد عودي. محمد عودي خليل السالم. هي اسمي اهو بيقول لك محمد عودي خليل السالم. انا خايف منك يعني اعطيك اسمي؟ ممكن بس نعلق على انا خايف اني اعطيك اسمي؟ تفضل هي اسمي حكيته. طيب اعطينا الان على الهواء يا اخي نعرف اسمك الحقيقي. انت بتحكي حكيت اسمي الحقيقي انا. انت شو اسمك؟ محمد عودة خليل السالم. انت شو اسمك انت؟ هو قال لك اسمه الحقيقي. عايز تقول حاجة تانية؟ أنا الآن أستاذ محمد، أنا الآن بتحكي حضرتك البارح اللي شافك قاعد، وأنا البارح حلقتك استفزتني. يا ريت قدرت أدخل على الهواء. حضرتك بتقول دلوقتي اتهامات مرسلة، عايزك تقول دليل على كلامك. قل لي انت عملت كذا سويت كذا. قلت اسمه قال اسمه، قلت اتحبس ما قلتش رقم القضية. طيب وبعدين شو امتى طيب كنت محبوس؟ دلني يلا اعطيني امتى. اتفضل اتفضل احنا سامعينك. انا عايز سؤال، مش فاهم عفوا، عايزين سؤال ايه بالضبط؟ دلوقتي حضرتك بتتهمه اتهامات مرسله بدون دليل. قلت له قول اسمك، قال لك اسمه بالكامل. قلت انه كان محبوس، قال لك اديني رقم القضيه، ما اديتناش رقم القضيه. قل يعني هو اللي موقفه طيب. صح دلوقتي وانت اللي موقفك غلط. دلوقتي اسمي ايوه. طب هو امبارح لما قال، لا انا هجيب لك اياها، بس هو امبارح لما قال على ابو الحارث ان زلمه نصاب وعليه قضايا، يدينا هو رقم قضيه واحده، يدينا رقم قضيه واحده دلوقتي. هو اتهم انا بتكلم، انا هجيب، بس هو خليه يجيب. هذا وكيل ابو الحارث بالاردن. هذا وكيل ابو الحارث بالاردن. والله ما سمعت لابو الحارث الا امبارح من حضرتك. طيب هلا شو يعني ايش المطلوب مني؟ طيب عندك حاجة تانية يا أبو أحمد؟ لا حاجة تانية، ما ينظرش على حد نهائيا، ما ينظرش على حد نهائيا، لأن هو إذا هو بيقول عنهم مافيا فهو شيخ المافيا، هو رئيس المافيا بتاعت القنوات دي. خلاص طيب شكرا خلاص أبو أحمد. شكراً. معنا محمد من القاهرة، ناخد بقى تليفون من القاهرة. ألو ألو أيوه مساء الخير يا دكتوره، ازي حضرتك؟ مساء النور، اهلا وسهلا. ارجوك اديني مساحه بس وفرصه للكلام، واعتبريني ضيف من الضيوف اللي عند حضرتك عشان عايز اتكلم باستفاضه، والاخ الشيخ محمد المغربي يكتب كل اللي انا اقوله ويرد عليه في نهايه كلامي وما يقاطعنيش خالص زي الاخ ابو احمد اللي كان بيتكلم ده. طيب انا عايز اوجه له السؤال الاولاني، انت كنت فين قبل النجاحات اللي قضيتها في المكسيك وامريكا والدول الاوروبيه دي كلها؟ يا ريت تفكر في الاجابه لحد ما اخلص كل الاسئله اللي عندي. تاني حاجة، الموسيقى التصويرية اللي عاملها ديت ده غرضها ايه؟ وايه العلاج ده؟ أنهي موسيقى تصويرية؟ اللي في الفيديو، طبعًا امبارح أنا كنت هتجنن عشان أعمل مداخلة. أنت داخل يعني علشان الفيديو اللي اتعرض بتاع الشيخ محمد المغربي؟ أنا كنت هتجنن امبارح عشان أعمل مداخلة، بس الحمد لله إن أنا ما عملتهاش عشان أقدر أشاهد بقية الحلقة النهاردة، وقدرت إن أنا أتواصل على اللي شفت الفيديو ده وأنا تابعته للآخر كمان. تمام. خد بالك لأن واضح إن مفيش فرق بيني وبين الناس اللي كان بيهاجموا امبارح. بدلة بيضاء وقميص أبيض. علشان يحسسنا ان هو ملاك. واخد بال حضرتك؟ هي واضح ان البدله البيضاء اللي كان لابسها ديت هي دي اللي كان موجود فيها قبل ما يروح النجاحات بتاعته بره. ايوه. يعني ايه معالج؟ ومعالج لايه؟ وبايه؟ ومن ايه؟ يعني ايه معالج؟ ومعالج لايه؟ وبايه؟ ومن ايه؟ وحضرتك ضيف في برنامج في قناه في امريكا اللاتينيه. اسم البرنامج ايه؟ وعلى اي قناه في امريكا؟ اسم البرنامج كان ايه يا شيخ محمد؟ لا هو يرد على كل الاسئله بتاعت حضرتك، هو يرد على اسئلتي كلها بعد. طيب. كده يكتب عنه. ماشي. الكومبارس اللي هو كان بيعالجها ديت واقف قدامها، قال لها جمله والحاله خلصت على كده وما فهمناش حاجه. واقف في باركنج اند كليننج على راي محمد هنيدي بيقول ان هو بيصور، كان بزياره لقنوات واستديوهات في امريكا. ليه قاطع الصور ومصغرها بالشكل ده؟ وامريكا عملت له مؤتمر صحفي فين وليه؟ هو مين هو؟ واضح؟ الحاجه الثانيه بيعالج، قال ان هو اللي كان بيعالجها ده هو اسلامي على اساس ان احنا ما بنعرفش انجليزي وضمان حضرتك، وبيعتمد على ان ضحاياه ما بيعرفوش لغه. انت عارف الراجل المترجم كان بيقول ايه للست؟ ايوه وضمان حضرتك. ممكن يقول لي كل الكلام ده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه
انا شفت بيد الفيديو واقف مع راجل عجوز واخد بالك، قال ان هو يعني ظن انه يمشي من الجلسه الثانيه للعلاج بتاعته بعد سنين اضاع على كرسي متحرك. الراجل العجوز ده حضرتك في الثمانينات وانت بتمسك رجلين ان شاء الله ليه؟ بتزغزغه مثلا حاله كندا بنفس اللبس الابيض اللي هو لابسه يعني اللي هو كان فيها في امريكا المفروض. يعني شو بزغزغه؟ عشان كده بيصورك بالتليفون ده. هاي الحلقه يعني عملتيها انا بسال الراجل ده بيصوره بالتليفون في الحلقه نفس اللبس هو في كندا وفي امريكا. انا عايز المهنيه لحظه واحده يا استاذ محمد، المهنيه تفرض عليك انك ترد على الاتصالات. ما جبتيني تساليني هاي الاسئله. انا وانا اللي بسالك استاذ، بس قلتوا دعيتوا الناس، انتوا وانا اللي بسالك تسمح لي دعيتوا الناس امبارح مفتوحا، وانت اللي طلبت امبارح ان الناس تدخل لك على الهواء. قلت اللي عايز يناظرني، قلت اللي عايز يناظرني امبارح ناظرني الشيوخ. ارجوك يا دكتور، بدي الشيوخ يناظروني. انا بدي الشيوخ اللي بيشتغلوا بهاي المهنه يناظروني، الراي الاخر مش بتجيب اتصالات عشان يهينوني. يعني تحب امنع الاتصالات؟ انا طلبت اتصالات بس مش مرتبتين اتصالات، مرتبتين بروموشن. جاوبني عايز نوقف ركبتي لي بروموشن ومركبتي لي مشان تهينيني وتطلعي على ظهري. يا شيخ محمد، يا شيخ محمد هو انا بقى انت بتنافسني؟ مش بنافسك انا، بس انا ضيف جبتيني من الاردن تعملي معي برنامج حوار معين. ممكن يا استاذ محمد لحظه يا استاذ محمد وامبارح عملتي حلقه. ممكن لحظه، هو انت دلوقتي اللي بتنافسني مثلا؟ انا معالجه فانا عايزه اطلع عليك. يعني ايه اطلع؟ جهزتي بروموشنات الي يعني. جهزتي بروموشنات. ما ينفعش، لازم يكون عندك تحدي. لو حكت لي يا استاذ محمد، يا استاذ محمد لو حكت لي اني انا يا استاذ محمد المشكله ان الاخطاء اللي انت بتقولها يا جماعه، الاخطاء اللي انت بتقولها في الناس الثانيه انت واقع فيها. يعني انا مثلا لما شفت هو صاحب الراي، انت صورت بالبدله البيضاء اكتر من مكان يا سيدي. معلش المؤتمر اللي انت حطيته، انا ما شفت الصوره حضرتك يا استاذي. انت صح، البنت اللي انت ماسكها حاطط ايدك على كتفها وحاطط ايدك على راسها وده يجوز. انت صح، فالكلام ده كله برضه ما هو برضه نفس الحكايه. انا ليه اعتراضات؟ انا عندك اعتراضاتك كلها مظبوطه. كل يعني انا واحد مثلا، انا واحد قعدت فتره في المعالجه واخد بالك، بس ليش ما حكيت لي يا شيخ محمد؟ انا بدي اجيبك عشان تقول لي تاريخ علاجك يا استاذ محمد. حياتك. انا كمراجع ساعتين امبارح كده. انتم امبارح سيادتك والدكتوره عملتوا دعوه مفتوحه لينا وللمتصلين. نعم. وقلتوا العايز اللي بيعملوا بخرج الجن وبيعملوا كذا، انا واحد منهم يعني. بالاعشاب يا استاذ محمد، انا واحد منهم بس ما بستعملش اللي انت بتستعمله. دعوه مفتوحه، انا واحد منهم يا استاذ محمد. يا استاذ محمد بشكره. يا استاذ الانتقاد ده ليك مش أنا عليك. بشكر برنامج يا استاذنا. انا اقول لك بشكر الدكتور، اصل انت كده بتثبت لنا ان انت زيك زيهم. لا. يعني انت يا سيدي اعتبرني زيهم. لا اذا في علي مش مساله استاذ العزيز يا استاذنا، انا معروف لدى العالم كله. ولما تعمل اذا في علي واحد يا استاذ محمد، اصل انت بتتكلمش اغبيه، انت بتتكلمش اغبيه. اللي اخذوا مني يا استاذنا على الهواء مباشره. عبده عوض اهو نصاب عالمي ومحدش اشتكاه. انا نصاب عالمي ومحدش اشتكاه ولا انس لي. يا استاذنا ولا يا استاذنا يا استاذ، انت بتقول قصص وخرافات ما حتى ما بتصدقش. كون ان انا رحت عليكت واحد واطوع عنده صيدليات وحط صورتي على يعني انت بتكلم مين اصلا؟ ما ينفعش استحلت ازاي الفلوس اللي انت بتاخدها؟ انت بتدفع 200,000 دولار. انت مش مقتنع بعلاجه وبتاخد منه في نسبه. انت قلت نسبه يا راجل. مين هو؟ انت قلت ان انا باخد نسبه. اللي هو الصيدلي اللي حط صوره. ما باخدش منه شيء انا، هو حط لي نسبه، انا ما باخد منه شيء اصلا. انت حط لي نسبه من العلاج، لن اخذ منه اي شيء. يا استاذنا اقنعني ان انت فاتح قناتك بتدفع قنوات ال10 دولار بتدفع 200,000 دولار. عارف يعني ايه 200,000 دولار؟ انا 200,000 دولار انا عامل. انت مش جبل اصلا، انت مش جبل. انا عامل شيء انا لا افتح. لا استاذ، انا ولا باخذ اسمك ولا اسم امك. انا تحليلي ولا بعمل مثل هؤلاء. لا مش شرط، مش شرط. انت مجرد تضحك على الناس بالميه وفي كل دول العالم. مجرد وبعالج بالميه، مجرد تضحك وبعالج بالزيت، مجرد تقرا وتقول انا بقرا على الزيت. ما هو ده برضه نصب. ما ده نصب. الميه المقروءه دي، الميه المقروءه دي بالطريقه دي ما ده نصب برضه. يعني انت حضرتك لا تفرق عليك. ما ده نصب برضه. غلط يا استاذ. يا شيخ محمد عندك يا شيخ محمد يا استاذنا. يعني انت طيب بتقول على الناس نصابين وانا بقول عليك نصاب تزعل. ما تتكلمش يا شيخ محمد. ما برضه نفس الشيء. اذا ضيف عندها وتحكي عني نصاب يا استاذ انا مش محترم. الله سبحان الله، ما انت كنت عندها برضه بتحكي عن الناس النصابين. كلكم سواء.
انسحاب الشيخ بالشكل ده هو اعتراف بان حجته ضعيفه وبانه حقيقي كل الكلام اللي يعني جه في حقه انه صح، لانه هو اخد فرصته فان هو يواجه امبارح كل الناس اللي هم اللي عندهم السلبيات وكل الناس اللي بيقوموا بالدجل وبالنصب على المشاهدين، وهو مش احسن من يعني الكرسي ده مش يعني مش اللي يقعد عليه ان هو بره السؤال. وبعدين انت عايز توجه الاتهامات لكل الناس دي ومش عايز حد انه يكلمك كلمه ولا كلمتين، مش معقول. ما هو انا مش عامله حلقه يبقى انا قبضه منك بقى لو انا حمنع الناس انها تكلمك. يا استاذ من اول كلمه دولار اسمعه طول الوقت حضرتك من اول كلمه 200,000 دولار انا احضرش على المشاهد، المشاهد انا قاعده هنا على الكرسي علشان المشاهد يقول اللي هو عاوزه في حقك وفي حقي وفي كل الناس. طالما فتحنا الاتصالات هو انا محتاجه ازورك معايا عشان اطلع على كتافك؟ ايه الكلام ده؟ ما ينفعش. وبعدين هو مين عشان وبعدين يعني مش للدرجه دي يعني الشهره يعني. هي المواجهه انتهت بالحقيقه الوحيده انه المشعوذين يمتنعون بصراحه. بس اجهزه الامن لازم تاخد بالها شويه من الاتجاه ده بالعنصر ده. وبعدين لا، ولو عايز يرجع المجال مفتوح لسه يعني اسالوه يا جماعه في الكنترول، اسالوا الشيخ محمد، لان انسحابه ده بيدينه. ما فيش حد يقوم ويزعل كده الا اذا كان هو عنده مشكله. الانتقاد ملوش علاقه يعني يعني اذا مكالمات النهارده مترتبه يبقى مكالمات امبارح بقى مترتبه، انت اللي مرتبها بقى. لا عشان انا امسك كوبايه زي دي. تعليقك ايه يا استاذ احمد او الشيخ وليد؟ يعني انا عايزك تعلق كوبايه زي دي واقرا عليها ميه واحطها في باستيلا كده وابيعها ب 200 دولار او 100 دولار او 50 دولار، ده حرام، ده نصب عشان اجيب شويه زيت واقول انا قرات عليهم. هي استاذه ما تزيدش عن 10 مللي على فكره. وبعدين يعني ايه هو بيقول انا اصلا امي ما بعرفش اقرا حتى القران، يعني انا امسك الكوبايه اقول هو الله هو الله الشافي هو الله الشافي وابيعها للناس واخد من ده 50 دولار، وبعدين دي بتتباع بالالاف. وبعدين انا عايز يقنعني عقلا ان هو بيدفع 200,000 دولار في العشر قنوات عشان في الاخر يقول ان ده فلان نصاب وفلان ده نصاب وفلان ده نصاب. لا للاسف الشديد، ما هو دي نوعيات من النصب بس نوعيه جديده، يطلع يضرب في الاخر عشان الناس تثق فيه هو. لا مش صحيح، هو برضه في نفس النوعيه. لأن طيب هو انا برضه ما زلت بقول انه المجال مفتوح لاي حد عايز يتصل ان هو عايز انه يكشف اي حد في الدنيا اتعرض للنصب بسببه. احنا قاعدين النهارده وعاملين الحلقه دي عشان كده، بسبب اي حد في الدنيا يعني، وما فيش حد خارج الدايره دي خالص ولا حد كبير عليها ابدا. هو كان جاي ليسخر من الآخرين. وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إحنا عايزينه كان يقول لنا على اي اساس هو بياخد اجر؟ ده ربنا ما ارسلش نبي، بيقول الطب نبوي، ربنا ما ارسلش نبي الا وقال له قل ما اسالكم عليه اجرا، قل ما سالتكم عليه من اجر. طيب يبقى ازاي هو بياخد اجر؟ ربنا سبحانه وتعالى ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. ازاي بياخد اجر؟ اي اجر على كلام الله مقروء مكتوب كل هذا نصب. اللي قاله الاستاذ وليد صح 200% مش 100%. ليه؟ اللي عايز قرآن وعايز يقول أنا بتاع ربنا وعايز يقول أنا بتاع النبي محمد ما ياخدش أجر. ليه؟ قل ما سألتكم عليه من أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربة. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إذا دفع اي ثمن مهما قل مهما قل يتنافى مع الموضوع بتاع ان هو بيقول انه بعالج بالنبوه. وبعدين احنا امبارح حضرتك يا استاذ احمد احنا ادينا له ساعتين يقول اللي هو عايزه، النهارده مش مستحمل مكالمتين. ده هو من اول كلمه من اول عايز يطعن مين مكان. لازم اتقبل النقد ولازم ارد، ولو انا موقفي صح ان انا ارد على الناس. هو عايز يبقى الاوحد في السوق والعشر قنوات يبقوا 30 قناه، هو عايز كده وللاسف بيضحك على المغفلين. وبعدين زي ما قال اللي متصل اللي هو اللي اتصل الاتصال الاخير انه اللي كان بيقول معانا تليفون تاني
طيب بس دقيقه يا جماعه، اللي هو الاستاذ محمد من القاهره بيقول انه كان يعني هو ليه حق يعاقب، شايف حاجه هو المفروض لو هو سمارت انه يرد. صحيح. ان هو يقول ايه، كان بيقول له، بيقول له انه المترجم اللي بيقول له بيقول للست الانجليزيه اللي قاعده بيقول لها هو هيقول لك كلام عن الطاقه يعني هيخليكي كويسه، الكلام اللي اتقال انه بيقول لها قولي، وهي الست مش فاهمه بالعربي، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. الست اسلمت ازاي؟ فلازم يبقى عنده رد. اقول لحضرتك على سر، احنا واحنا نازلين من الاستراحه بتاع الضيوف جايين هنا، الاعداد عندك، قال لو سمحتوا بالراحه على الضيف وما تهاجمهوش. واحنا التزمنا، ده ما قلناش حاجه. ما قلناش حاجه لانه احنا كنا عاوزين مناظره، وهو اللي دعا ليها امبارح، قال انا موجود بكره، اللي عايز يناظرني ويواجهني ويتصل يجي. يعني هو الكلام ده مش وكان مفتوح، احنا ما عملناش حاجه، مش لمشايخ بس، كان كلام مفتوح لكل الناس، اللي عايز يتكلم او عايز يجي هنا على الترابيزه دي. وبعدين يا استاذ احمد احنا عايزين مناظره علميه بمعلومات، هو مش رب او نبي عشان يمسك كوبايه زي دي ويقرا عليها ويبيعها للناس، يستحيل. هو كان لازم يرد، هو كان لازم يرد. توجهوا رساله للناس الغلابه اللي بتضحك عليها بالزيت واللي بتضحك عليها بكذا وبكذا وبكذا. احنا معانا اتصال احمد من القاهره. الو، ايوه يا احمد، مساء الخير. مساء النور. انا بس عندي بعض المعلومات جات لي من زملاء في الاردن اعرفهم صحفيين. حضرتك بتشتغل ايه الاول معلش؟ هو انا مش صحفي، بس انا ليا زملاء صحفيين اصدقاء يعني. هم يعني بحثوا وادوني بعض المعلومات، حابب اشاركها معاكم اذا كان هو يقدر ينفيهم ينفيهم. هو انسحب. انا عندي بس اتفضل. ايوه فندم. اتفضل، احنا ما بنمنعش حد انه يتكلم، اتفضل. تمام. في معلومه انه هو اتحكم عليه في 4 قضايا مختلفه. اول قضيه هي ظروف تجلب الشبهه، ده كان بتاريخ 23/1/2000. ده حضرتك جاي التواريخ. تاني حاجة طرق احتيالية لترويج المنتجات، ده يوم 5/7/2005. تالت حاجة عرض مادة ممنوعة للبيع اللي هي المية والزيت والحاجات اللي بتتباع دي، ده كان يوم 28/2/2008. وآخر حاجة التلاعب بقانون الداء والدواء يوم 5/11/2015. فإذا كان هو يقدر ينفي التواريخ دي ينفيها. الحاجة الثانية بقى ان هو يعني يبدو ان يعني السحر اتقلب على الساحر، يعني هو يمكن هو هاجم كل الدجالين وكل اللي بيعالجوا بالطب النبوي امبارح، والنهارده هو كمان اتكشف على حقيقتهم عشان نقفل الباب ده تماما. بس هل الحقيقة دي فعلا يعني يعني كلام صحيح وكلام مظبوط؟ اذا كان هو الكلام يقدر ينفي المعلومات دي فهم هو يعني ايه من سحب. انا كنت عايزاه يقعد ويتكلم ويرد يعني، وامبارح ادينا له ساعتين. لما بحثوا هناك يعني هم يمكن تحت ايديهم معلومات اكتر من الصحفيين عندنا هنا، يمكن احنا لو حاولنا نبحث عنه مش هنقدر نوصل بالسهوله اللي هم هيوصلوا بيها، يعني هي ببساطه هيقدروا يوصلوا. فبمجرد السؤال عنه وانا بتابع حلقه حضرتك امبارح وصلوا للمعلومات دي وقالوها لي ببساطه. طيب يعني. استاذ احمد المعلومات اللي قلتها على عهدتك يعني، لانه يعني المعلومات اللي قلتها خطيره برضو. لا معلش يعني انا عشان واخد حكم. لا لا لا. ممكن معلش تقول تاني عشان استاذ احمد عبده عايز يكتب، عشان احنا عايزين التواريخ. نكتب الكلام ده ونديها له. نعم. 23/1/2000. ده تاريخ اول تاريخ. أيوه. القضيه ظروف تجلب الشبهه. تاني تاريخ 5/7/2005 طرق احتيالية لترويج المنتجات. 28/2/2008 عرض مادة ممنوعة للبيع. 5/11/2015 التلاعب بقانون الداء والدواء. 5/11/2000 وكام يا فندم؟ 2015. التلاعب. شكرا يا فندم. شكرا. طيب شكرا. استاذ احمد دي ايه القضايا دي بقى؟ ما هو اقدر اجيبها معناها ايه؟ اجيب القضايا. لا بصرف النظر على ان احنا هنتحقق يعني التوصيف القانوني بتاعها ايه؟ نصاب. ده نصاب. يعني اللي عايز اقوله بس انه الراجل اللي ما بيستحملش كلمه ده، يعني هو جاي ينقد الاخرين ومش عايز حد ينقضه. وبعدين كان في قناه عندنا هنا في مصر
حتى سماها احد الاعلاميين انها قناه بير السلم، كانت بتعمل يعني اعلان لواحد لسه شغاله يا استاذ حسن المغربي، والشيخه ومراته الشيخه فلانه لسه، والشيخ يوسف التوني والشريفه المغربيه وخديجه الحسن المغربي حاطين صوره اصلا واحد شيرازي شيعي، يعني حسن المغربي حاطين عشان لحيته بيضه وكبيره كده فحاطينه كده، والناس مش فاهمه اي حاجه يا فندم. دجل كله دجل وشعوذه وكله، هم بيبقوا جهله، هم بيبقوا للاسف قمة للاسف الجهل. للاسف ما هو ده، عشان كده انا بقول لحضرتك المفروض توجهوا كلمه للناس اللي بتشتري الحاجات دي، واي حاجه يقول لك المغربي المغربي المغربي، والله المغرب بريئه من كلمه لا المغرب من الكلام لا يا فندم ده. المغرب اس السحر في العالم يا فندم حريك. طب انا هقول لحضرتك مش دولة. حاجه يا لو استاذ احمد، مش دولة. استاذ احمد معلش انا بقول اللي ليا واللي عليا. المغرب بريئين من السحر. هقول لك كلمه واحده قالتها لي مره واحده صديقه مغربيه، قلت لها انتوا فعلا عندكم السحر عالي في البلد، وانه لانه بيقال كده. قالت لي احنا لو كنا فعلا عندنا السحر ده كان زماننا بقينا ملوك واسياد العالم. اللي عنده السحر ده مش قادره واحده منهم تتجوز الملك وتتجوز الرئيس وتتجوز وتجيب ازاي يعني ازاي، ولا هو السحر بس في الحب والغرام واجيب المربوط واجيب وافك العارس. اشمعنى السحر ملوش طبقات يا فندم؟ انا بشوف ان كل ده ولا حاجه. السحر نفسه مش غني، السحر نفسه ما عندوش اولاد، السحر نفسه مش متجوز. طب ما كان من باب اولى ان هو يغني نفسه. معانا اتصال تليفوني من بشار من الاردن. الو ايوه يعطيك العافيه دكتوره. اهلا وسهلا استاذ بشار، تفضل. مساء الخير اليك ولضيوفك. اهلا وسهلا. اول شغله هذا الرجل مما يدل على هزيمته الآن، يعني أول شيء هو مهزوم لا نقاش في ذلك، فهي أول شيء أنه هو انسحب، والقوي بواجه وما بيحط التهم حتى بالناس اللي هو استضافهم. هذا الرجل عم بقول لك أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، هو شوف يعني هو تحول إلى 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 نبي، يعني هو بحط المي وبقرأ عليها الرقية تبعه، هاي دي من نازل من عند السماء، يمكن هذا نبي جديد وبيشفي البشر وبيشفي العالم. هذا الرجل انا بعرفه معرفه شخصيه، نصاب دجال. بعدين انا كمان لي ملاحظه على حضرتك، يجب عليك انت في قيمتك العلميه وقيمتك الاعلاميه انت والحضارات الموجودين معك ان لا تستضيفوا هؤلاء، لانهم والله العظيم انكم عم بتضيعوا وقت. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم. ما هو انا لولا ان انا استضفته، لولا ما كانت الحقائق دي طلعت، صح ولا لا؟ الاف الناس تم من كلام كسر. نعم كلام سليم، كلام سليم. فاحنا الان هذا الرجل برهان لا نقاش فيه، حسب ما تفضل الدكتور كمان. يعني انت عندما تكون قوي طب واجه واحكي ودافع عن نفسك. وبقول هو ما عنده قضايا، عنده اربع قضايا بالاردن وبالتواريخ اللي هلا قبل شوي وصلتكم، هاي تواريخ حقيقيه وقضايا حقيقيه. بعدين انت يا رجل كيف انت عم تدعي انك شيخ ولا تحفظ ايه في القران؟ كيف انت تدعي انك انت تداوي الناس وانت صرت يعني نبي جديد في هذا الكون تعالج يعني الامراض المزمنه اللي بتعجز عنها كل مختبرات العالم مثل السرطان؟ يعني 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 بدك تنخو فيها؟ والله انا يعني انت انسانه كلنا نحترمك كنا بنحبك، بس والله العظيم هذا الرجل يجب ان لا تستقبله، لانه رجل ما بدي انا اكون وضيع مثله واحكي كلام بذيء. هذا احول وهذا ابرص وهذا شو انت طيب انا ممكن اقول حاجه، ممكن اقول لحضرتك حاجه يا استاذ بشار. احنا مهمتنا في الاعلام وفي الحلقه دي ان احنا نوعي الناس. نعم. نوعي الناس البسيطة المسكينة. نعم. اللي متعلقة بقشة اللي بتنخدع. نعم. من القنوات ومن الدجالين دول. نعم. لما أنا أجيب. نعم. واحد علشان يكشف لي كل الناس دي، وأنا شفت الواحد ده في شاشات المحطات بتاعته اللي بيمتلكها 10 محطات، انه هو. نعم. بيطلع وبيهاجم كل الناس دي، هل انا. نعم. لو اتيت ليا الفرصة دي ما اخدهاش وتزعل مني؟ هل ده يقلل. نعم. من احترامي
ان انا بحاول اني اوعي المشاهد. هل ده يدني النهارده؟ لا. معلش خليني هكمل حضرتك، انا هخليك تكمل للاخر، وعلى فكره انا ما ازعلش من النقد البناء ابدا، وهكمل الحوار مع حضرتك دلوقتي. انا حواري اللي موجود لما كان قاعد الشيخ محمد، هل انا لما الناس كلمت وبتنتقد، هل انت شفتني ان انا مثلا كنت واقفه معاه وبدافع عنه، ولا ان انا كنت واقفه قصاده وبدي فرصه للناس انها تقول له اسئلتها اللي هم عايزين يسالوه والمواجهه؟ ايه اللي حصل؟ فانا ازاي ادان بعد اللي انا عملته ده؟ ازاي يزعلك في ايه؟ ولولا حلقتي النهارده ما كنت حضرتك طلعت عشان تقول انه هو نصاب زي ما بتقول، وما كانش مرضاه هيعرفه، والناس اللي بيترددوا عليه هيعرفوا، يبقى انا برضو مدانه؟ اتفضل حضرتك، انا سامعاك. سيدتي الكريمه، بعد الاحترام والاجلال لحضرتك، انت بالعكس انت بينتي طبعا يعني العيوب لكل البشر الداني والقاسي. هاي اول شغله، هاي هذا اول بند، هذا مهم جدا. لكن احنا بنرجع بنقول هؤلاء الناس، يعني انت بتفتح على عده قنوات، القاهره والناس هي منها مو مجامله، من اهم القنوات العربيه الموجوده الان على الشاشه، لانها تتناول مواضيع كلها تبناها، ويعني مواضيع كمان انك بتحاكي البيوت، لانه هذا التلفزيون في طفل وفي الكبير وفي المرأة. بنعتبر كل السادة المشاهدين هم اسرنا، نعم. وانا شخصيا بعتبر بكلم اسرتي، ابني قاعد قدامي وزوجي، نعم. وامي وابويا، نعم. وكل الناس، نعم. دول هم المشاهد بتاعي، وبعتبر، نعم. كل مشاهد هو الاسره بتاعتي، وليه، نعم. حق عليا اني اوعيه. اتفضل كمل. وتشكري على ذلك. ثانيا، في اهم من كل هذا، في هجمه كبيره جدا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، علي افضل الصلاه والسلام، بطرق او باخرى. هذا الرجل يعني يدان ادانه كبرى جدا، لانه يسيء لكل مسلم على وجه الارض، واحنا بمرحله لازم احنا نوعي الناس. الاسلام ليس مشعوذين كهذا الذي يدعي انه شيخ ولا يقرا، بقول لك انا ما حافظ ولا ايه قرانيه، يعني شو انا ماني حافظ ولا ايه قرانيه، شو شيخ؟ طيب تخلي، هل انت نبي؟ طب انا معلش انا بطلب منك طلب أرجوك، نعم. دلوقتي الشيخ محمد مغربي طلب أن هو يدخل تاني مرة تانية ومعاه مدير قنواته، وحنتحاور وحضرتك معنا على الخط، إيه رأيك؟ نعم، خليك معايا، اتفضلوا يا جماعة، خلوا الشيخ محمد يتفضل. نعم، إحنا جاهزين، اتفضلوا، ادينا فرصة. نعم، مفيش فاصل، ادينا فرصة. لا طيب ينفع نطلع فاصل للاستاذ المخرج؟ كراسي وبتاع، عشان الضيوف عايزين فاصل. ينفع؟ شكرا. طب الساده المشاهدين، فاصل ونعود. هتكلم لو مارشي لا كاز. انضم لنا الشيخ محمد المغربي مرة أخرى، ومعاه الدكتور هاني العجوين. وقبل ما يعرفنا بنفسه، أنا حابة بس أقول للشيخ محمد، أنت من حقك الشيخ محمد الأدبي أنك تدخل مرة واثنين وعشرة طالما الحلقة شغالة وأنت ضيفي، ومن حقك ترد. بس خليني أن أنا أقول حاجة، أنه إحنا كانت المفروض إحنا حلقتنا على وشك أنها تنتهي، بس طبعا لأنه إحنا بنحترم الرأي الآخر، وأنت حبيت أنك تدخل مرة أخرى، إحنا مدينا الهوى وأخرنا معاد انتهاء الحلقة علشان تتكلم وتقول اللي أنت عايزه. وبالنسبة كمان أنه أنا اتهمت أنه أنا مرتبة السياق اللي حصل ده كله، الحقيقة أنه أنا كنت معاك امبارح زي ما بيقولوا، يعني أن احنا اتفقنا أن احنا هنواجه الناس وأن احنا نشرح كل حاجة. فالمفروض أنه زي ما الناس تقبلت مننا امبارح وصدرها كان كبير وقلنا كل اللي احنا عايزينه، لازم لما يحصل أنه المشاهد يتصل ويقول اللي هو عايزه لازم نسمعه. وعلى فكرة أنا مش هلغي الاتصالات الهوى، انا هفضل الاتصالات مستمره. ما زعلتش من اتصالات الهواء، انا زعلت من ضيفك اللي بيقول لي انت نصاب.
بهيني وانا على منبر. مين انهي ضيف؟ الاستاذ اللي انت نصاب كمان اللي قال اللي يعني قال انا مش كدا. قادر ارد عليه اقول له ليش اتهمتني بالنصب. استاذ احمد اللي قال لك كده؟ نعم. استاذ الشيخ وليد. الشيخ وليد. الشيخ وليد قال لك انت نصاب زيهم. ما يعني هو ما قالش انت نصاب، قال لك انت زيهم، ما قالش انت نصاب. انت نصاب ومسجله وهي موجوده بالحلقه. طيب على العموم احنا عايزين نحن نتحاور. وانت عارفه انا لما جيت وانا جيت هون قبلت دعوتك انا لهذا الموضوع مش لازم اهان عندك. انت جبتيني وقلت لي راح اجيب، وحلقه امبارح كل العالم سامعها، جبتيني حتى تجيب الشيوخ اللي بيعملوا بالشعوذه، هؤلاء الطيبين مش سعوذيين. طيب ولا لما شيوخ. تحب لما حد يدخل انه عايز يقول لك كلمه او يواجهك بحاجه اقفل عليه الخط؟ لا ما تقفل، انا ما بحكي على. طب ايه اللي انا المفروض اعمله؟ خلي كل الناس تحكي، انا عارف مين انا ومين مين الشيخ محمد المغرب. رد على الناس بالحجه والدليل يا شيخ محمد. انا هدول الناس ما برد عليهم لانهم موجوزين، هذول وكلاء. طب لما انت عارف، امال ليه بتعمل كده يا اختي؟ هدول وكلاء، انا زعلان من اللي جاي. انت قلت لي انت بتضعف موقفك كده يا ستي. ليش اضعف موقفي؟ انا شايفتيني علشان ما بتردش. الانسحاب هو ضعف. انا انسحبت لانه غلط علي، ما بصير يغلط علي. ما فيش حاجه، ما لا نقبل ان احد يغلط علي. انا اقول له لا انت نصاب وما بتطلع للنيابه. بس لحظه، اللي امامي رجل فاضل ومحترم. ما بصير يغلط علي. يا استاذ محمد انت في بدايه الحلقه قلت ان انا بدفع 200 الف دولار. يا اخي لا تعلق لي على الموضوع. انت اسمعني، رد رجع يقول لي 200 الف دولار. ما انت ايوه، ما انا لازم اقول كده. انا لما انا ابقى عارف ان انت بتدفع 200 الف دولار تقول لي بدفع 200 الف دولار عشان انت معلق لي على هاي الكلمتين عشان اطلع اتكلم. انت معلق على 200 الف دولار، انت طلعت على الموضوع. لا مش الموضوع ده، هو ده صلب الموضوع. شيخ لو سمحت، صلب الموضوع هذا مش شغلك. انت بتجيب لي شغلك هذا الحكي. لا ما هو نفس الحكايه. ما انت اقنعني يا اخي، اقنعني لو سمحت. اقنعني. طب انا هسال السؤال لحضرتك تاني. لو سمحت هسال السؤال اللي انا سالته. مش انت يا شيخ محمد فاتح 10 قنوات للمشاهدين اللي انت مش عايز تقول عشان تطلع تقول ان الناس نصابه؟ راح اجاوبك واسمعوا بهدوء. يستحيل. لا نحول النقاش الى سجال ينتقدنا المشاهد. هذه قناه محترمه. لو سمحت تفضل. لو سمحت خلي حوارنا يلتزم بالادب، وخلينا وفق المنهجيه اللي تعتمدها وسائل الاعلام. بصراحه كل الضيوف اللي موجودين كلهم في يعني في قمه الاخلاقيات والادب. عشان بيجاوب بالمره وانت غايب حضرتك. تسمحي لي دكتوره؟ اتصل واحد من الاردن. يا سيدي اتصلوا والله ما بزعل. اسمع بس، هو معانا لسه على فكره. اتصل. لا مش هو. لا مش هو معانا. استاذي معلش. اتصل واحد من الاردن وقال ان على سيادتك اربع قضايا. يا سيدي علي. قضيه يوم 23/1/2000 ظروف تجلب الشبهه، قضيه يوم 5/7/2005 طرق احتيالية لترويج منتجات، قضية 28/2/2008 عرض مواد ممنوعة، قضية يوم 15/11/2015 التلاعب بقانون الدواء. طيب خلينا الأول الدكتور هاني يعرف نفسه الأول. لازم ضيفنا يعرف. ممكن تعرف نفسك يا دكتور؟ أنا الدكتور هاني العدوان. أيوة. ناشط سياسي وإعلامي. أيوة. أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الأردني سابقا، الأمين العام المساعد لحزب الأنصار الأردني، والآن مدير عام مجموعة قنوات الطب النبوي. تسمحي لي أدخل في الموضوع مباشرة ولا بتوجه سؤالي؟ طيب يرد الشيخ محمد وبعدين ننتقل. هو الأستاذ أحمد سأل سؤال، الشيخ محمد ممكن يرد عليه. تحب ترد ولا ما تحبش ترد؟ لا بدي، أنا بدي أرد. تفضل. الله يسلمك سيدتي. على العشر قنوات اللي تبث الآن، قنوات مجموعة قنوات الطب النبوي، في بداية الحلقات الأولى، السبع الحلقات الأولى، كان الشيخ محمد واضح جدا في حديثه مع المشاهدين والناس. أنا إنسان أمي، ثقافتي أول ابتدائي، وهذا الواقع. للعلم الشيخ محمد اسمه بيغلط فيه. ثقافته أول ابتدائي. هذا الرجل عمره 7 سنوات، ربنا سبحانه وتعالى في حلم في شيء معين أعطاه 3-4-5 كلمات وقاعد ربنا يستجيب لهذه الكلمات، لأنها ما فيها لا شعوذة ولا فيها بول إبل ولا فيها سموم حية ولا فيها أي شيء يعطى للإنسان. فيها زيت وماء.
اخي زيت المي هذا شيء لاحق ارجوك. ما هو ما انت اعترضت على دول يبقى فيها زيت ومي. طيب يعني انت ولا بعت الزيت والميه الزيت والمي. انا ما بتكلمش على النوم مذكورين، انا بتكلم على البيع نفسه. سمعت في واحد مات من زيت ومي؟ ما هي دي بقى هنا بقى النصب. كيف نصب؟ هنا النصب. شو؟ ان انا ابيع ميه يا مش هتضرك. هو ما باعش ميه. اهي ما هو الاعلام موجود فيه. لا 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 يعني انت حضرتك انت بالله لا 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 حضرتك انت لما بتعمل القاروره دي ما بتبيعهاش كل المشاهدين. ما بتبيعوش كل المشاهدين. ده هو اعترف قال لي في بيتباع ب 50 دولار وفي بيتباع ب 100 دولار والكلام ده كله. يا اخي يا اخي يا جماعه انا عايز حد يكلمني على قد العقل. انت بتقول انا ما ببيعش وهو بيقول ببيع. انت ما خدت الصوت يا اخي. اسمعني يا اخي يا اخي اسمعني الله يبارك في عمرك. المشاهدين كلها في العالم يا اخي اسمعني الله يبارك في عمرك. لما ما بتبيعش ولما بتاخد تفتح لي قنوات ب 200 الف دولار في الشهر وبتدفعهم ده غير العماله. يعني انا بتكلم في تردد بس. يعني ممكن يا سيدي بدفع مليون دولار شهر يا اخي. طب وانت بتجيب من جبل البقى مليون مليون دولار وفي الاخر تقول لا دي ميه مقروء عليها. يعني انا ادفع للناس ميه مقروء عليها وبعدين بيقول لك اصل هو ربنا علمه كلمات. كلمات ايه اللي ربنا علمها لك عشان انت تفتح الكلام يعني ده كله يا اخي. يعني اهو ما هو اللي بيقول يا اخي اهو انا باخد من كلام مش انت اللي حضرتك لسه قايل ان ربنا علمه بعض الكلمات وهو صغير واستغلها. يا اخوانا بلاش يا اخوانا احنا مسلمين انتوا بتضيعوا سمعة الاسلام. اذا بدي اناقشك طلع لي الاحاديث حضرتك بتضيع سمعة الاسلام لما تفتح لي 10 قنوات الا الرسول صلى الله عليه وسلم. والله النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الافعال. وصلت الرسول يعالج بالبول يا ابن الناس يا اخي. ده في صحيح البخاري يا اخي. صحيح البخاري الناس وصلت الميه. انت بتعترض على طلعوا الان ضربات سياحيه تعترض على ايه وتبيع الميه تعالج في الاخر بتبيع لي ميه في الاخر بتبيع لي ميه. ما نبيع ميه احنا ما بنبيع ميه. نبيع ميه اهو في الاعلان نفسه اللي هم لسه اي اعلان اعلان هذا الاعلان حط صور اصل حط صوري الراجل حبني فحط صوري عليه. حد بيحب حد يحط صوره لحد الامريكاني. يعني الامريكان نفسه بزنس بزنس يعني ما لهاش علاقه اصلا بصور الكلام ده كله. لا تاخذني بالكلام اعطيني مجال. هي كلمه نصب تستفز الشيخ يا جماعه. ما فيش داعي لكلمه نصب دي. استعمل مصطلح كل الادله دي بتقول ان الكلام مش واقعي. الكلام ما يدخلش عقل بشر. طب اعطيني مجال. تدفع 300 الف دولار يا راجل عشان تدفع 10 قنوات جاي تردح. اعطيني مجال للحديث. اتفضل 10 قنوات بها 300000 دولار هذا الزلمه عشان يطلع يطلع كلمات يتعلمها وهو صغير. رصيده 60 مليون عنده محلات تجاريه. من ايه عنده اسواق تجاريه؟ هو اتولد مثلا عنده سؤال بس اتولد يعني مثلا اتولد ومعاه معلقه ذهب. انت الله يبارك لك يا اخي. كلم الناس بما يعقلون. سؤال سؤال انت يعني مسؤول عنه منين جاب فلوسه؟ لا مش مساله مسؤول عنه بس العقل يقول كده. طيب اعطيني مجال. بقول لك انا فاتح العشر قنوات عشان احذر من الناس. اعطيني مجال احكي ولا احكي كلام مش منطقي. اتفضل اعطيني مجال احكي. لا تاخذني بالحال. خذ خلينا نعطي الكلام. اتفضل يا دكتور اتفضل. هذا الرجل عندما زار امريكا لعلمك هذا الرجل اللي شفته على الشاشه هذا رئيس المحكمه الفدراليه الامريكيه سابقا. وهذا الرجل عنده شريك في هو مجموعة من الأطباء في شركة أدوية إنتاج أدوية ويملك 1200 صيدلية في العالم في ولايات أمريكا. هذا الرجل تعرف على الشيخ محمد من خلال شخص آخر مكسيكي. المكسيكي جنسي الأصل عربي وجنسيته أمريكية. بيعرف الشيخ محمد وبيعرف إنه هذا الرجل بيعالج فقال له بدي أعرفك على هالرجل الطيب من إيش بتعاني. كان الزلمة طبعا في فيديو آخر انت ما شفت الفيديو. خلينا نخش في الموضوع يا دكتور. أنا بدي أعطيه الحقيقة عشان وقت البرنامج ونقول الحقيقة برضو. اتفضل. ما هو الكلام ببلاش ولا أنا عارف الدكتور دوت ولا أنا عارف مين اللي محسوب علينا. كلامنا مش ببلاش. كلامنا يوزن ذهب. لا لا صدقني كلام ببلاش. أنا بحكي درر. اتفضل اتفضل بحكي درر. لا تخليني الله يرضى عليك. خلينا نحكي بالمنطق. طيب هذا الرجل لما لمسه ربنا شفى. هذا الزلمة قاعد يحكي على الشاشات بيقول والله لا أشفي نملة. الله بيشفي. قاعد يشفي على هالكلمتين اللي بحكيين. بسم الله توكلت على الله لا إله إلا الله. ما قال شفي بسم من إيه بقى؟ شفي من إيه؟ من رب العباد. لا كان عنده مرض إيه يعني؟ كان عنده سكري. سكر؟ سكري 40 سنة قال مرض السكر يعني. مرض السكر. أنا بدي أحكي لك شو اللي صار مع الرجل. أي والفيديو موجود والمترجم موجود. الفيديو اللي احنا شفناه. لا في فيديو آخر يتبع لهذا الفيديو. فيديوهات مش فيديو. والرجل أسلم وزوجته أسلمت وبنته أسلمت أيضا موثق على الفيديو. هذا بدل ما تقول له بارك الله فيك على هذا العمل الطيب الإنساني.
طب ثانية واحدة معلش أنا هسأل سؤال. نعم. ينفع اسال الشيخ محمد ولا تزعل؟ يعني الحوار مفتوح. الفيديو اللي شفناه المتصل لفت نظري لحاجه. في اللي هو ماسك بيصور هو بيكلم باللغه الانجليزيه بيقول للست اللي هي مرات الراجل بيقول لها انه الشيخ محمد هيقول لك جمل هتديكي طاقه وهتشفيكي. فالشيخ محمد قال لها قولي ورايا أشهد لا إله إلا الله. لحظة معلش أنا برجوك أكمل كلامي زي ما اديت لحضرتك فرصة اديني فرصة أرجوك. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. والست قالت وراه. هل الست دي هي كانت عارفة أنه الكلام اللي بتقوله ده هو تحولها للإسلام مع أنه ده بالنية، لكن هل هي كانت فاهمة ده؟ يعني أنا عايزة تفسير للاتهام اللي قاله المتصل بينا اللي هو أحمد. خلي صدرك راح أعطيك التفسير. اتفضل. قبل أن يصل إلى جلوسه مع هذه الفتاة كان جالس فتاة مع دي والدها. ست كبيرة في السن. كان جالس مع والدها. دي ست كبيرة في السن. كان جالس مع والدها هاي بنته. هذا الرجل كان عمره 82 سنة. اتفضل. كان جالس مع والدها ووالدها قال أنا لما لمسني الشيخ شعرت بطاقة كهربائية هزت جسمي. طيب قال اول ما كنت مقتنع. انا قلت يا دكتور. طيب اكمل. فالرجل راح عمل فحص للسكر من 40 سنه بيقول انا ما نزل عندي السكر لهذا المستوى. فقال له هذا الدين طيب اللي انت هذا الدين اللي انت تنتمي له وهذه البركات انا بدي والله انا بدي اسلم على ايدك واسلم على ايده. طيب لا ده ما تسجلش ليه؟ هذا في فيديو ثاني غير الفيديو اللي انت عرضتيه. طيب هذا الرجل قال لبركاتك يا شيخ محمد أنا بدي أحط صورك على كل منتجات شركة الأدوية تبعك عشان الشيخ محمد شفاني مرض السكر. وهذا المرنجة اللي أنتوا سألتوا شو هو. طب أنت عملت له إيه عشان يشفى من مرض السكر يا شيخ محمد؟ الشركة الأمريكية. معلش لحظة يا دكتور. نعم. هاني عشان نمشي بقى واحدة واحدة. قرأت عليه فقط. قريت عليه. نعم. قريت إيه؟ توكلت على الله هو الله هو الحق هو الشافي المعافي. بس هي دي. نعم. أول ما قلتها هو خف وفحص السكر وخف. نعم هاي واحدة. الشغلة الثانية يا سيدي الشيخ وليد عندك تعليق؟ ما هو برضو الشيخ وليد برضو يعني معنا في الحوار. المشكلة ان الكلام اصلا يعني لا يعقل. ليه كلام يعقل اصلا؟ يعني الرسول كلمة توكلت على الله شعوذة. ما هي المشكلة في كده؟ المشكلة كده انت حضرتك لو دخلتي ما انت رتبت عليها نتيجة يا شيخ. توكلت على الله. رتبت عليها نتيجة ومقدرة. على الله. رتبت عليها هو الله هو الحق هو الشافي المعافي. رتبت عليها نتيجة ومقدرة وتجارة. من اي ناحية تجارة؟ كيف؟ فدي شعوذة. الله من اي ناحية؟ لا ده في فيديوهات اصلا كمان كنائس والملاعب وبتاع بيجيبوا نصارى كتير جدا وفي قص بيطلع يقرا عليهم وبتاع واللي بتبقى قاعده بتقوم فاحنا لو احنا اخذنا بالكلام ده كله يبقى خلاص يبقى مش تؤسلم زي ما حضرتك بتقول لا ده تتنصر كمان فالكلام ده كله كلام كاتب على يا اخي اسمعني بس الله يبارك في عمرك انت بتشوف حضرتك شفت الفيديوهات اللي هي بتاعت التنصير اللي هي بتبقى قاعده وبعد كده يقرا عليها تروح جايه دايخه تروح جايه واقعه تروح جايه قايمه خلاص مشيت والكلام ده كله ما احنا لو هناخد بالدجل اللي انت حضرتك بتتكلم فيه ده كله يبقى خلاص انتهت المساله. ما هو تحول يعني هو انت واحد قال له اخرج 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 وبعدين قال له خلاص وفاق. لا والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو بيقول طب الانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل الاشياء دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوجه للعلاج. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوجه للعلاج؟ كيف يوجه؟ ورجيني. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لو جه واحد مسروح كان بيقول اخرج على الله فانا رسول الله فانا رسول الله كان بيوجه في العلاج باشياء اخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يضع يده على راس النبي صلى الله عليه وسلم وجه بالقران. ولكن انا بتكلم على ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اله ولا نبي. قول يا دكتور بتقول وبعدين ده زي ما قال الشيخ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول. يضع يده على الرأس رأس الإنسان الرقية الشرعية ويرقي احنا ما اختلفنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس بول إبل. احنا ما اختلفنا. انت تنسى جاوبني كان يعمل حجاب يا استاذنا هذا اللي بيحكي عنهم الشيخ محمد هذول هم المشعوذين. انا فهمك القصد لان انت حضرتك مش مدرك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو هي المساله كده لو مساله ان اي واحد يحط ايده على واحد فيحصل له ان هو يقوم يبقى خلاص يبقى الناس مش تتاسلم تتنصل لان ده بيحصل بالالاف. شو حكى عن زيت الزيتون؟ اسمعني بالله عليك اسمعني
لان ناس بالاف والموجوده على اليوتيوب والناس تدخل تشوفها الاف اللي هي بتبقى خرصاء بتتكلم، اللي هو اعمى بيشوف، اللي هي بتبقى قاعده على كرسي فبتقوم، اللي كذا كذا كذا، يبقى خلاص من الاول الناس خلاص. لكن المساله مش كده، ممكن تيجي الله عز وجل يقول في كتابه العزيز وانا مدهم في طغيانهم يعمهون، يعني ممكن اصلا بحركه زي دي، ولكن هو استفاد من الامر ده. استفاد من الامر ده ايه يا اخي؟ اسمعني، الله يبارك في عمرك. يعني طب ندي للدكتور هاني فرصه يا شيخ علي. واحد زي انا لما يصيبني صداع براسي بقول اللهم رب الناس اذهب الباس شفاء لا يغادر سقما، ثلاث مرات بروح الصداع من راسي. جميل. أليست ممكن ما اروحش؟ اليست هذه من ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا بتكلم على الاستغلال نفسه. دعاء قراني ممكن مش مقنع. انا بتكلم طب ما الفاتحه، الكلام اللي قاعد يحكيه يقول بسم الله الله يبارك توكلت على الله بسم الله الشافي المعافي يا اخي. الله يبارك لك. هي المساله كلها بترجع لاخلاص العبد ولا ما ترجعش لاخلاص العبد؟ طبعا بس كده. هل الشريط اللي انت شفته ده فيه اخلاص لعبد؟ يا اخي احنا بنتكلم بكلام واقعي، بنتكلم البول كلام بيبيعوه بيع ولا بلاش؟ ايه ده البول اللي حكيت عنه؟ انا ما بتكلم، انا ولا ببيع بول ولا ببيع ميه ولا ببيع زيت ولا اي حاجه. يا شيخ وليد معلش انا بستاذنكم نهدى، وهناخد معانا اتصالات كتير. ناخد ام حسام من امريكا. الو الو. ايوه الو. اهلا. أيوة. ام حسام ازيك يا دكتور بسمع؟ اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا بيكي، وازاي امريكا؟ الحمد لله بخير. انا بس ادوني فرصه اتكلم. طيب حاضر. قولي للاستاذ محمد المغربي يسمع، وانت وانا مش انا منتقده بس، انا من بعض ضحاياه. اللي بيقول هو انه هو ما بيبيعش ولا بياخد فلوس ولا اي حاجه، لدرجه ان انا رحت واحده صديقه ليا بالاردن بتعرف الممثله غاده عوده، بنته قالت لي انا متطريه من بابايا. اكتر من كده اقول لك ايه يا دكتوره؟ انا واحده من ضحاياه. انا واحده اتصلت بيه بالتليفون وقال لي، قلت له انا عندي وجع بالمفاصل، بعت لي زيت وميه، اخذ مني $6,000. الله اكبر. $6,000 يا دكتوره بسمع على زيت وميه. والله انك ما انت صادقه. انا اخذت الزيت والميه، دهنت الزيت على الاماكن اللي انا يعني كانت بتوجعني، بعد كده ما عملتليش حاجه، بالعكس ضرتني، عملت الزيت عمل لي اكزيمه. والله ما انت صادقه. قلت له يا شيخ، يا شيخ، وهخليك ترد. والله واقسم بالله من وين جبتي للبنت هذه؟ قول لي لك بنت. مش كل مره تسكت الناس اللي هي انا بعض ضحاياك يا شيخ. طيب يا شيخ اللي عامل نفسك شيخ، حرام عليك، اتقي الله. انت بتصلي؟ لو بتصلي كنت خفت من ربنا. انت خايف مننا احنا؟ انت خايف من ايه؟ من الناس الضحايا بتوعك؟ خاف من ربنا، خاف من ربنا لما يبقى يقول لي صوري الاماكن اللي بتوجعك في جسمك. ده شيخ؟ بالله من الشيطان. ده شيخ. ويا ساعة القدر احكي لك الزياده، انه بعد سنتين من النصفه بتاعته اشوفه في رمسيس هيلتون طالع من كازينو القمار. لا هو ده. لا هاي اهانه. طيب معلش انا عايزه اقول لك على حاجه، لحظه واحده، لحظه معلش يا شيخ محمد ارجوك. لا هاي هي مين اللي معانا؟ اسمها ايه يا جماعه؟ ام حسام، ممكن اقول لك حاجه بس لو سمحتي؟ يا ام حسام انا قريت، انا من امبارح بالليل ما نمتش. هو قاعد بيقول لك الشيخ ده نصاب والشيخ ده نصاب وده لابس سلسله، وانت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ بنتك متطريه منك. بنته ممثله اسمها غدير عوده، دي بنته. هي الدفتر. طيب منه. معلش انا عايزه اسالك سؤال، علشان الشيخ بيقول انه انت حد بيتصل من القاهره او منين؟ قلت مش من امريكا، كذبت؟ قلت ايه؟ اثبتي له ان انت بتتكلمي من امريكا لو سمحتي. انا من كاليفورنيا. اعطينا انا بتكلم من كاليفورنيا. اعطينا رقم تليفونك. انا من امريكا يا استاذ يا كذاب. اعطينا رقم تليفونك بدنا نرن عليك الان. ليش اعطيك رقم تليفوني انت؟ حتى تثبتي لنا انك من امريكا. تثبتي انك مش من امريكا. تليفوني النصاب.
انت وكيله، انت وكيله، انت وكيله للمشعوذين، وكيله للمشعوذين. انت تليفوني للمشعوذ دكتوره بسمه. ايوه اتفضلي. اللي بيملي علي ضميري انا. أيوة. قلت كل اللي بيملي علي ضميري. واقسم بالله العظيم انه الراجل ده انه اخرته زي الزفت، لانه من كتر ان انا محروقه انا استعوذت ربنا وقلت حسبي الله ونعم الوكيل. طيب هو عمل ايه معاكي بس الوكيل. عمل ايه؟ انا عايزاكي تقولي لي هو ايه اللي عمله. بقول لك انا ازاي اتعمل لي اكزيما بتعالج منها لغايه الوقت. خليها تبعت لنا الوصل اللي بعتت لنا 6000 دولار. طب ممكن خليها تثبت. والله خليها تثبت لنا 6000 وانا بدي اعطيها 100000. يلا كلهم استاذه بسمه. طب هو بيسالك بيقول لك انت حولتي يا ام حسام حبيبتي، بس ردي على الشيخ علشان هو متشكك برضو. انا مش هرد. بصي يتشكك زي ما هو عايز. انا مش هرد على واحد دجال. انا مش هناقش واحد زي ده. كل ما يتزنق يروح مدور على شغله. طيب يعني طب ممكن انا اسالك سؤال يا ام حسام؟ يا ام حسام، ام حسام معلش لحظه يا دكتور. انا مش هرد عليك. انا بكلم دكتوره بسمه بس. طيب انا لا ارد عليك. طب حبيبتي ممكن انا اسالك سؤال؟ اتفضل. طيب الساعه كام عندك في امريكا دلوقتي بسرعه بدون تفكير؟ ايه حبيبتي؟ الساعة كام عندك في أمريكا دلوقتي؟ طيب هقول لك الساعة كام دلوقتي بأمريكا؟ عندي الساعة 3:25 دقيقة. الظهر ها؟ الظهر. في ولاية كاليفورنيا صح؟ ولاية كاليفورنيا. صح. تقدر تبعت لنا الوصف. مظبوط. طيب تاني سؤال هسأله لك. أقول لك أكتر من طيب. طيب. أنا عايزة أسألك سؤال تاني، أنتِ حولتي الفلوس إزاي؟ خد الفلوس الـ 6000 دولار دول أخدهم إزاي؟ أنا مصدقاكي بس أنا عايزاه يعني عشان هو برضو عايز يفهم وأنا عايزة أفهم برضو والمشاهدين كل واحد إحنا بنخاطب برضو الناس بالعقل. فأنتِ حولتي له الفلوس إزاي؟ أنتِ في أمريكا وهو أنا حولت حولت الفلوس عن طريق اللي هي المكاتب اللي مش متذكرة اسمها دلوقتي. انا حولت الفلوس عن طريق مكتب صرافة. مكتب صرافه ولا اللي هو التحويل مكتب صرافه عايشين مين طيب ايوه مش عن طريق بنك لانه بيرفضوا بالبنك بيسال لمين محوله الفلوس وعشان صله القرابه والحاجات دي. طيب هو اللي طلب منك الطريقه دي اللي انت تبعتي الفلوس ولا انت؟ لا هو اللي طلب الفلوس 6000 وطلب مني 6000 تانيين. بسم الله يعني يا ريت 6000 كمان طلب مني بعد ما قلت له انا ما استفدتش. راح قال لي الزيت اللي انت اللي بعتهولك يمكن ما انفكيش هبعت لك زيت ثاني حولي لي 6000. طب وين والزيت اللي جالك؟ عرفت ان هو نصب. والزيت اللي جالك يعني انت حطيتيه انت كنت بتعاني من ايه طيب؟ يا ست باسم مين احنا؟ باسم مين الفلوس؟ حاضر هسأل حاضر يا شيخ محمد. عشان رجع يعني لنا 6000. أيوة. اذا انا ماخذ 6000 استاذه بسمع. أيوة. يعني انا من امبارح ما نمتش بجد. كل طيب. ما كنت اسمع منه ان هو بيحكي عن الدجالين والدج والنصر وانه ده نصاب وده نصاب. كنت باكل بنفسي مش عارفه اتصل بيكي. انا النهارده سايبه شغلي علشان اقعد عشان انا اتكلم وادخل مداخله. يعني ما تتصوريش قد ايه انا اتأذيت نفسيا. انا فلوس مش هي كل همي. انا المشكله انه انا بعدت عن ربنا لما سمعت كلام واحد زي ده. ونعم بالله. بلوم نفسي. طب انا عايزه اسالك سؤال. هو الشيخ والدكتور وكل الناس هنا بيسالوكي، انت حولتي طيب الفلوس باسمه هو ولا باسم حد تاني؟ لا باسمه هو. شو اسمه؟ اسمه ايه؟ وعندك اسمه بالكامل؟ حولتي باسمه؟ ما هو لسه متقدم من شويه. طيب اسمك بالله اسمك. وبعرف طيب اسمه. بعرف بنته غدير عوده. طيب اسمه شو اسمه هو؟ انا ما عنديش بنت غدير عوده. طب ايه مين بنته مالها؟ غدير عوده ممثله غدير عوده بنته. انت عندك بنت اسمها غدير عوده؟ بيقول ما عندوش بنت ممثله اسمها غدير عوده. لا عنده بنت ممثله اسمها. طب باسم يا عمي عندي بنات وعندي ولاد وعندي كل شيء. باسم مين اللي حوالي؟ دكتوره بسمه. باسم مين اللي حوالي؟ باسمك. شو اسمي طيب؟ حوالي
فعلا باسم واحد هتفتكريه لغايه دلوقتي. هو ده الكلام ده كان من قد ايه؟ من 6 سنين. ايه طيب يعني من 6 سنين برضه ما كنتش انا موجود بس انت بتقول من 40 سنة. انا 40 سنة بس انا اعتزلت 8 سنين ما اشتغلتش. جاوب لنا على الاربع ضايض. كازينو للاعب القمار. جاوب لنا على الاربع ضايض. مين اللي بيلعب قمار؟ هو مش عرفك. انا شفته برانسيس هيلتون. قولي له برانسيس هيلتون انا شفته طالع من كازينو القمار بعد سنتين من نصبه عليا. طب ليه ما واجهتيهوش؟ طب ليه ما اشتكيتي؟ اواجه مين؟ انا اصلا كنت واقفه انا واحده صاحبتي متشككه قلت لها هو ده الشيخ اللي انا نصب عليا؟ قاعده بتطلع فيه يعني مش اللي انا فيه. جاوب لنا على الاربع قضايا. هو ده؟ جاوب لنا على الاربع قضايا. طيب انا متشكره جدا. جات لي صدمه دكتوره بسمه. ايوه بيحاول يكلم. خلي جاوبنا على الاربع قضايا. كل الناس اللي قاعده معايا ترتيبه صح الدكتوره. صح رائع جميل. انا بشكرهم لانه انا بشكر الناس اللي قاعده معاكي اللي فاهمين الشخصيه اللي قاعده معاهم. لانه مش معقول يعتبرنا اغبياء للدرجه دي. مش معقول يتكلم بطريقه غبيه واحنا علينا نصدقه. انا بقالي خلاص انا كل شويه بحاول اتصل بيكي هتجنن. ليه هل من جنيتي؟ مش قادره استحمل اللي هو بيقوله. مش قادره استحمل انه ده مكسوس وده مكسوس كذابه وكل الناس كذابين وهو اللي صادق. يا حرام. انا خلاص انا اتجننت. طيب يعني بصوره بسمع انا خلاص انا يمكن بعد ما انا اقفل معاك الله اعلم شويه يعني هيحصل لي ايه؟ طيب شكرا ام حسام. والله ممكن احكي معها بس كلمتين اذا تسمحي لي. لا هذا اختي ام حسام اذا تسمعيني. طيب خلوها يا جماعه ما تقفلوش. اذا تسمعيني انا مش الشيخ. خلاص انا مش الشيخ. انا مش هحكي معاه. لا ده مش الشيخ محمد. ده مش الشيخ محمد. انا مش الشيخ محمد. ده الدكتور هاني اللي هو اللي معاه لابتوب اللي بيقبل انه يكون يشتغل معاه لابتوب. انا ما بتكلم الا مع ضيوفك التانيين المحترمين. طيب شكرا لك. طيب شكرا على شكرا ام حسام. بس ولو بس اني يعني معلش انا بدي احكي لك شغله. تبعثي لي صوره عن الحواله الماليه من تتحكي عن من عند صراف. انا بعطيك بعطيك 6000. بعطيك دكتوره بسمع. انا حاطه السماعه. طيب لا تاخذيني بالحكي انت. طيب خلي يكون عندك مصداقية. شكلها كذابة. شكرا يا ام حسين. اعطيني الحوالي. طيب اذا عندك مصداقية. كذابة معروف انها كذابة. طيب انت عندك بنت صحيح؟ لا يا ستي. ما عندكش بنت؟ انا اولاد صغار. عنده بنات اعمارهم 6 سنين وسنوات. عندك كم سنة شيخ؟ ها؟ عندك كم سنة؟ انا 57. ولادك قد ايه يا شيخ محمد؟ عندي 7 سنين. وعندي 6 سنين وعندي 4 سنين. الصغيرين دول ده دول بقى من الزوجه الاخيره بقى. لا هي زوجتي هذه. يا 57 سنه عندك 7 سنوات. اكبر عيل. اكبر عيل شويه. ها؟ جوزت كبير. جوزت عندك يعني 49 سنه؟ نعم. طيب اتفضل يا استاذ احمد. اسال عن القضايا. في 4 قضايا انا قلتهم لحضرتك من شويه. ما اعرفش ايه يعني تاويلهم بالنسبه لك. القضية الأولى كانت يوم 23 يناير 2000 ظروف تجلب الشبهة. طيب الثانية يوم 5/7/2005 طرق احتيالية والتربح من منتجات. ثالثة 28/2/2008 اللي هي عرض مواد ممنوعة. الرابعة والأخيرة 15/11/2015 التلاعب بقانون الدواء. طيب في عندك احكام فيها؟ لا انا ما عنديش حاجه هنا. طيب في احكام. ده اللي قاله. انا بقول لك ده اتصال. واحد بيجيب قضيه بيطلع براء. ده اتصال بس في نقطه هنا يعني هل نستطيع ان نربط بين الكلام ده؟ وانا قلت له عيد ورحت وضنا له منه. استاذ العزيز كل الدنيا بتحبني. كل العالم بيحبوا الشيخ محمد. أربع قضايا باسمك كلهم براءة. على راسي 4 قضايا ولا 10 قضايا. يعني هذا الإنسان اللي بتصل معك وبقول لك عليه ظروف تجلب الشبهة وعليه كذا وعليه كذا وعليه كذا، هذا بيحبني ولا بكرهني؟
بيكرهك طبعا. طيب يا زلمه شو بدي يعني خليه يحكي اللي بده اياه. هلا هو ده يمنع انه يا سيدي يحكي، انا ما منعته يعني لما انسان يجي بده يقول لك عليه قضايا. عشان كده الدكتورة بس لما سالتني انت اخذتهم ليه؟ قلت لها عشان اجيب القضايا. لا جيبهم يا سيدي عادي، انا بجيب لك اياهم كمان عادي، اذا انا محكوم فيهم بجيب لك اياهم، يمكن اكون فيهم انا وطالع براءه. استاذ الكريم راح اكون على تواصل انا وياك ان شاء الله. وراح نثبت للناس من خلال هذه القناة الكريمة، من خلال برنامج هذه الإنسان الراقية، أشكرك، للعالم كله عدم مصداقية هذه القضايا، وأنا اللي راح أثبت لك إياها من خلال. طب نعمل تايم ليميت، من خلال نعمل تايم ليميت. نعم نعمل تايم ليميت. نقول إحنا دلوقتي النهاردة يوم 28 اليوم. الجمعة 28 نقول 28 يعني نهايته 28/5 ما قبل 28/5 تكون جبت هذا الكلام. 58 هي القضية شهر يعني يا دكتورنا شهر هي القضية كلها مش هي عليه أحكام ولا معلوش أحكام، هل اللي هو بيعمله ده هو ده الصح، هو ده الطب النبوي، هي القضية هنا، هل ده الطب النبوي؟ هل الطب النبوي ان انت تربح لدرجة الثراء الفاحش ده ان انت تدفع 10 قروات؟ طب نجيب الفيديو للراجل. هي المسألة هنا، تجيب لنا 4 مرات هي المسألة هنا. قلنا الفيديو كده يا جماعة. اخي الكريم، يا اخي الكريم تحط ايدك على راس واحد وتاخد منه 2000 دولار يا اخي الكريم وتقول لي اصل انا مين اخذت 2000 دولار يا رجل؟ الله يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك يا رجل. انت ليش يا رجل؟ انا بقول لك كلمني كلام عاقل، انت كلمني كلام عاقل، ما تقوليش اصل انا اتولدت بق معلقه ذهب. من مين؟ ما تقوليش ان انا فاتح قنوات ب 300,000 جنيه عشان احط ايدي على راس واحد ولا ابعت له دواء ولا ابعت له عسل ولا ابعت له الكلام ده كله. ما كل ده التربح ده الاتجار إيه؟ باسم النبي الاتجار باسم النبي. وبعدين الطب النبوي شيلوا اسم الطب النبوي، الدين بريء منه يا اخي. الله يبارك في عمركم خلاص، والله فعلا تعبنا تعبنا فعلا الأخير. والله تعبنا الاتجار باسم عشر النبي 10 قنوات يعني ما كفى قناه واحده. لا يعني انت فات 10 شهودين ودقيت فيه 10 لا كله حتى انت بتتربح بالحرام، والله انت بتتربح بالحرام اللي انت بتعمله حرام. شو انت بتعمله حرام عشان انا ابيع ميه؟ ما هو الفيديو اللي انت عطيته من ده شو عرفك اني ببيع ميه؟ ما هو موجود الفيديو ثاني، مش لازم ده يا جماعه موجود الفيديو اللي انت بتبيع ميه. انت قلت ميه وزيت، انت قلت ميه وزيت مالي عليها زيت زيت. اعطينا مجال يا اخي، يا رجل اتق الله عز وجل يا اخي. اعطينا انا اقعد اتكلم اتمتم على ميه يا اخي. اسمعني انا اذا بدك اردح بردح اكثر لا لا انا مش مره. مش مساله اسمعني للاخير بس يا ريت تقول كلام يعقل. ارجوك اسمعني دماغ يعقل. اسمعني بالكلام اللي يعقل. تفضل. اول شيء ما بتاجر اسم المي. الميه يا دكتور بتقول ما بتاجر بالمي. المي الماء الماء يا اخي. تفضل. الماء انا بعطيك طريقه العلاج اللي عالج فيها الشيخ محمد الان. طب تفضل. وبامكانك الان تشاهده على الشاشات بيقول له حضر المي من عندك، بيحكي هيك للناس حضر المي من عندك وحضر يا اخي. الاعلانات موجوده في الانترنت كذب عيوني يا انا يا اخي. هذا الاعلان لامريكا مش للعالم. الله تعطيني مجال. امريكا انا عايز اسال سؤال بقى اخر يعني. امريكا والمكسيك طب وفين الدول العربيه؟ طيب انت اعطيني مجال. فين الدول العربيه؟ انت شايف حالك شاطر زياده عن اللزوم. فين الدول العربيه؟ انا بس سؤال يا زلمه. انت يا اخي فين الدول العربيه؟ في سكري في الدول العربيه ولا الزيت بتاعك ما بيشفيش الا في امريكا يا شيخ؟ والله ما يا اخوانا قولوا كلام يعقل يصدقه الناس. مكان ما بيحط قدمه والله بعض الناس ما بيقدر يحط راسه. والله طائرات خاصه تجي من الخليج العربي يا اخي. ناس غبيه بدو بيعالج هناك. والله ناس غبيه. انا بقول ناس غبيه قسما بالله. ناس غبيه وطلب فلوس. اللي يدي فلوس في الحاجات دي ناس غبيه ومش فاهم حاجه. هي بتعطيه اكراميه ما بياخذ فلوس. اسمعني والله احد الاشخاص هو ما بياخدش فلوس لكن ياخد اكراميه. لكن تجي له طياره خاصه. طياره خاصه تمنع واحد ب 40,000 دولار خاصه. طياره خاصه تمنع واحد لكن ما بياخدش فلوس لانه الكرامات اللي عنده تقعد. يا اخي كرامات ايه؟ ورينا كراماتنا. ادينا ادينا كرامه من كراماتك. ورجيني ايش ادينا كرامه من كراماتك. انا ما قلت. ورجينا البول تبعك شو بيسوي. انا ما قلت شيء. عيب هذا الحكي. انا ما قلتش عندي كرامات. عيب احترم ادينا كرامه من الناس اللي بتيجي عندنا. ادينا كرامه. احنا ما اسئنا لاي انسان. مريض يعالجك؟ انا عندي السكر. تفضل. سكر؟ روح خد انسولين يا اخي. يا اخي يعني انا اللي نفسي فيه ان احنا نتكلم كلام يعقل. يا اخي
يعني انا ما اخدش فلوس لكن اخد اكراميه كل الاتصالات فلوس لكن تجيلي طياره خاصه الاتصالات اللي صارت مفبركه يا اخي الله يبارك عمر دي قصه ثانيه عندي قصه ثانيه ايوه كلها مفبركه مفبركه وغير مفبركه لا عندك اسباب انت ما عندك اسباب انا مفبركه انا لا اسمح لك على الاردن لا اسمح لك لو سمحت من الناس ما بحكي تيجي على الاستوديو هم بقولوا لهم اتصلوا وسبوا لا اعملوا بص يا بص بص انا عايز اقول لك اعدائك يعني مش برنامج اعدائك قصدك يعني انا ليه انا عايز اسال انا عايز اسال المرتفع اللي هو الكلمه الواحده ليك والباقي كله خلاص نصابين كل الناس بغض النظر هم نصابين ومش نصابين انا بتكلم يا اخي الله يبارك في عمرك حتى لو ما فيش حد بيحبك واحد الا واحد بيحبك انا واحد نصح ليك انت كل ده جبته منين شو جبته منين في الاخر برضه هتقول لي لا اصل الحكايه والراي يا اخي اقنعني عقلا اقنعني عقلا ربي رزقني انا انت بدك ما هو يبقى الكلام بقى هو اصل بقول لك ما باخدش فلوس انا باخد اكراميات ده الايجار ما باخدش ما بيبيعش ميه ما بيبيعش ميه لكن بيبيع زيت بدي اريحك بدي اريحك ده الايجار ياخذ من عندي علاج بيرجع بياخذ مره وتنتين وثلاث يا اخي انت عشان ما فيش شهره اصلا عشان ما فيش شفاء هو ياخذ مره ثانيه هو فعلا يا جماعه عنده كرامات دي انتم متشككين في كراماته كرامات ايه كرامات ايه كرامات ايه هو عنده كرامات ان الولي يستحي من يستحي من كرامته كما تستحي المراه من حيضها يا ست ما فيش حد بيبيع كرامه في حد بيبيع كرامه بفلوس انا عندي كرامه امشي على الميه اوري الناس واشتغل حاوي اعدي ثرع الناحيه دي اخد 100 دولار اعدي ثرع ارجع تاني اخد 100 دولار في الدنيا كده ده ايه ده ما هي حضرتك لا بياخد اكراميه ما بياخدش فلوس بياخد اكراميه ايوه اكراميه اكراميه ايه ما اكراميه فلوس يا عم ايش بدك تعرف الرسول فلوس 10 قروات عشان 10 قروات الرسول اخي انا وصلت لعلاج ما هو قال انا ببيع انت انا بحكي لك قال الرقم قال الرقم لعلاجات تشفي باذن الله يا اخي ما هو باذن الله ديت باذن كلمه انا من شعار النصب ان شاء الله شعار النصب ان انا بعمل ادويه لكن باذن الله لو شافتني يبقى من الشيخ محمد لو ما شافتني انا ما قلت لك باذن الله اسمع اسمع يا اخي الله يبارك فيك الله من يقتنع بعلاجي يقتنع بيه وانت رسول او نبي يقتنع بعلاجك ايه اديني النسب العلاجيه بتاعتك إيش؟ هو اي كلام وخلاص من يقتنع بعلاجي ياخده اللي مش مقتنع لا ياخده مش في حاجه اسمها يقتنع بعلاجي ياخده المفروض ان ده تحت دراسات معينه انا دراسات معينه نعم يا اخي انت قلت انا بحطه كده انت بتتحرك في الحلقه اكثر من مره كل حلقه ومش حلقه انت اللي خلاني اطلع من الحلقه غلطت علي وقلت انت نص ما هو كده ما بسمح لك نفس اصول النص انت ادعيت ان ده بسلسله ادعيت ان كذا انا ادعيت ان كذا انا ادعيت ان كذا يا اخي الله يكرمك الشيخ المحترم بس فهمني بس سلسله طيب انا دلوقتي لحظه انت ادعيت على الناس دي كده انا ما بدافعش عنهم هم برضو نصابين انت بتدافع يعني انا ما بدافعش عنهم انت دافع ولكن انا بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت بتؤجر لا ان هو بياخد فلوس على اسمه كيف ياخد فلوس على اسمه ايوه على اسمه الطب النبوي انت ليه سميتها الطب النبوي هو ده نبي ليه نبوي ليه نبوي نبي اللي بيعمله ده نبي ما معنى نبوي هل علمه النبي هل هو علمه هو النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبيع ميه ولا كان بيبيع زيت النبي صلى الله عليه وسلم نسمع الدكتور هاني يا جماعه سر علم النبي الرسول صلى الله عليه وسلم اي علم يا جماعه نسمع الدكتور هاني وندي له فرصه اتفضل يا دكتور لامه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه يعني علمه تعليم خاص نعم تعليم خاص يعني كان بيجي له لوحده يعني هسه الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث اللي رواها الحديث اللي قالها ماشي مالها قالها ان يعني هو واحد اخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتاجر به يبقى غلط في النبي صلى الله عليه وسلم انا بحكي يا اخي ما تقول كلام معقل يا جواب على سؤال الرجل لا تسمع اسمع انت بدك ترتاح انا اسمي الشيخ محمد المغربي ولا شيخ ولا حاجه شيخ غصب عنك شيخ غصب عنك غصب عنك شيخ في عمرك اسكت غصب عنك ولا غصب عنك ملايين العالم تعرف مين الشيخ محمد المغربي الله يبارك في عمرك مش بالصوت ما ينفعش كده يا جماعه انا مش شيخ فعلا لا معلش غصب عنك مش هينفع كده يا جماعه مش هينفع مطلقا محمد المغربي
مش حافظ قرآن مش انا معالج والوف وملايين الناس اتعالج عندي الله يرفع عمرك من الله سبحانه وتعالى الله يرفع عمرك الله يرفع عمرك ماشي هنا مش شو اعلامي وانا بقدرش اكمل معك انا مش شو اعلامي ومش هنا معلش يا شيخ انا عايز اقول لك في الاول يا شيخ محمد ثالث مش هتوصل اكتر هنا ده نصب ده نصب احتيال احتيال ونصب صريح يقول لك انا شفيت اكتر الناس يا اخي والناس اللي ما بتشفاش انا بتشفيها في امريكا يا اخي صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ما تتاجرش باسم النبي يا دكتور هاني انا اقول لا تتاجر باسم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الافعال براء لا توجه كلامي لي خلينا مش انت مدير مكتبه خلينا اصحاب انا مدير عام القنوات طيب ايوه اسمعني معلش يا دكتور انا بس عايز اقول حاجه نعم معلش انا دلوقتي الامر كله اختلف عندي ليه انا دلوقتي عندي مصداقيه في برنامجي انا برنامجي اسمه هتكلم يعني هقول كل حاجه ومهما كان مين الاطراف ومهما كانت الظروف نعم اوكي نعم. انا دلوقتي الشيخ محمد المغربي لما انا شفته وكلمته في التليفون وانا اللي كلمته وانا اللي بقول كده انا اللي كلمته لاني شفته ان هو بيكشف كل الدجالين وكل المشعوذين وكل اللي بيطلعوا في القنوات دي كلهم بيعملوا كده فلما كلمته سألته سؤال واضح وصريح قلت له انت بتعالج قال لي لا قلت له انت بتدي علاجات قال لي لا طيب هل انا معقولة اجيب واحد امبارح علشان ينتقد ويكشف كل هؤلاء النصابين ويكون هو بيمتهن نفس المهنة يبقى ده خطأ تجارب. إعلامي بالنسبة لي وحسب عليه فأنتوا النهاردة يا دكتور هاني أنا بشهدك أنا مش قدامك الشيخ محمد قال لي أنا ما بديش علاجات أنا ما بعالجش أنا مش معالج إزاي أنا كإعلامية أني أجيب معلش لحظة بس هل أنا كإعلامية أقدر النهاردة أجيب على الكرسي مبارح واحد منهم وانتوا اللي قلتوا الكلام ده دلوقتي بعضمة لسانكم انا معالج ان هو بيعالج ومعالج طيب. وبيدي علاجات وعنده كرامات وانا هل انا ينفع دلوقتي النهاردة اجيبه واخليه يكشف كل الناس دول على اساس ايه يبقى انا هو بقى عاملين فيلم مع بعض طيب او انا ما عنديش مصداقية فانا النهاردة كلامكم ده انه عنده كرامات بيخليني اتراجع واعتذر للسادة المشاهدين اني استضفت ضيف بالخطأ طيب ما ينفعش طيب احنا لما التقينا ودعوتك معلش اخر كلمه علشان انا لازم اختم يا دكتور بس هين. انا بدي يعني افند حديثك الان انت سالت شيء مؤسف بصراحه الشيخ يعني سؤال. انا لو خدعت سمعتي. لو سمحتي انت وجهتي للشيخ سؤال قلتي له تحب اعرض عنك المنتجات اللي بتنتجها لا الاول سالته قلت له انت عندك منتجات قال لك هو جاب لي واحد. جاب لي ازايز قلت له الواحد قال لي لا ده زيت لانه انا ما بعالجش ما عنديش قال لك لا تخلي الحلقه تكون اعلانيه هيك قال لك لا تخلي الحلقه تكون اعلانيه يعني ايه اعلانيه ايه يعني واحنا جايين يا دكتوره اعلانيه سمعت. ايه يا دكتوره انا مدير عام القنوات ومهمتنا حقيقه يعني انا بحكي لك يعني انا زعلت يا دكتور انت بنفسك يعني تقول ده شيخ عنده كرامات ان انت عايز تشفي كرامات ايه بس لا. ولكن بدون اجر ولكن اكراميه هي دي المهمه الاساسيه ان انت تفتح 10 قنوات لاعلام طيب احنا معانا مداخله معلش يا جماعه سمر من سوريا ما شاء الله رساله مربحه يا شيخ وليد فعلا مربحه يا اخي والله ده انتوا لا تتجاوز حدودك بالحديث لا يا اخي شيل اسم النبي صلى الله عليه وسلم من القنوات لا تتجاوز والله قسما بالله ان كنت انت او هو نصابين انا نصاب وانا بقولها صراحه انا نصاب والله طيب معلش يا جماعه معلش والله انت وهو نصابين والله هاي لا تضحكوا على الناس الغلابه معلش يا جماعه مش هيطلع كده انت وهو نصابين وبتضحكوا على الناس الغلابه بالحوار ولا تحترم يا انتوا كلكم ضيوف النهارده ما ينفعش مش ادب مش مساله ادب ده نصب واحتيال انسان لست مثقف ده نصب واحتيال انا اقول الحقيقه انت الذي تدعي بص انا معروف عنك الدين معروف عنك انا اقول كل البعد لا 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 يا دكتور هاني لا ما بيصير الغلط هذا وليد برضه ما بيصير هذا الحكي يغلط ما بيصير يغلط لا انت كلكم ليكم احترام اعرف مقامات 10 قنوات فتح على اسر فتح 10 قنوات ليه احنا مهمتنا الان ليه 10 قنوات ليه مش قناه واحده اسمعني اكبر عدد من اسمعني اسمعني انا ما انا سامع ما انت عمال تسمعني اسمعني ما انا سامعك يعني منتج زي رد اتفضل اهو انت تخليني ما احكي اهو اتفضل سكت سكت انت زي العروس اللي يا سيدي سكت والله اهو اتفضل
10 قنوات ليه؟ انا بتحدث عن نفسي الان مدير عام قنوات الطب النبوي. انا بسالك 10 قنوات ليه؟ العشر قنوات الان احنا موجهينها الان بالتعاون مع مؤسسات اعلاميه اخرى وبالتعاون. انا استضفت وزير الاوقاف يا سيدي. ايوه هو احنا عايزين نجاوب على السؤال يا دكتور. الآن ليه 10 قنوات؟ ليه 10 قنوات؟ انا ما بيهمني الان. افتح القنوات العشر الان بعطيك تردداتها. افتح القنوات العشر اذا فيهن قناه واحده تعرض علاج انا اتحمل المسؤوليه. والعلاج في التليفون يا حاج. كل العلاج في التليفون. الزيت في التليفون. الميه في التليفون. انت قلت انه في علاج دلوقتي بتقول انه مفيش علاج. لا الشاشه ما في. ايوه الشاشه ما في. نعم على التليفون. انت تتاجر بكرامه باسم النبي محمد. الان احنا بنعرض حلقات. انت داخليا حلقات على فكره. انت داخليا مش واثق في نفسك يا جماعه. مش صدقني داخليا مش واثق. انا هقفل الحلقه من فضلكم. صدقني داخليا مش واثق في نفسك ولا واثق في كلامك. انا عندي مداخله. وانت عارف ان انت بتنصب باسم الدين. ولا لا تحكي. لا تخليني اغلط عليك. لو سمحت اغلط. ما تغلط. انا بقول الحق والله. اقول ما تقول نصاب. والله نصاب قسما بالله. نصاب وتحاسب عليا يوم القيامه. انا نصاب. ايوه انت وهو. معلش يا جماعه احنا لازم. انا محترمه وانا في بلد محترم. معلش شيخ وليد والدكتور هاني الخطا ما بينكم ده ما ينفعش. الغلط كده احنا في برنامج. راح اوقفك موقف يوم القيامة. لا والله غير في والله الدنيا. يوم القيامة وفي أمام القضاء المصري والشهود. أمام القضاء وأمام النائب العام وأمام يوم القيامة. ممكن دلوقتي على الكلمة هاي تحكيها توجه للنصب يا جماعة. ما ينفعش كده الحوار كده أبدا. تفضلي ست. أيوة معنا مداخلة سمر من سوريا. اتفضلي يا سمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا سمر من سوريا مش كده؟ أيوة سمر من سوريا. اتفضلي. أنا حابة ادخل عليكم في مداخله اني ما تقولوا انه الشيخ محمد المغربي هذا ما اسمه شيخ. هذا اسمه الدجال محمد المغربي. ايوه لانه دجال وكذاب ومخادع وبيشرك بالله. لانه ما في شيء علاج اسمه بالزيت وبالماء. الشرك بالله ده اتهام صعب قوي. يعني ليه ليه انا بتهمه بافظع من هيك. هذا انسان مخادع ليه؟ دجال وبيحكي عن حاله شيخ. حرام. كلمه الشيخ لازم يكون شيخ مبارك من عند الله. مو يحكي انه هو شيخ وهو عم بيضحك على العالم ويخدعهم وينصب عليهم. طيب ممكن ندخل في الموضوع. ينصب علي انا. نصب عليك انت شخصيا ازاي؟ طيب انا كنت بتابعها من سنتين. كنت بحضر قناه الطب النبوي. ايوه وكنت شوف وحكيت معه وعرضت عليه حالتي انه انا كنت مريضه بالقولون والمعده. مريضه بايه؟ قولون ومعده. قولون ومعده؟ قولون. نعم. تفضلي. فحكيته على رقمه الخاص. طلب مني 3500 دولار مقابل زيت وماء مصري عليهم هو. ايوه وطلع هذا الشيء كله كذب وما في شيء منه ابدا. ودفعتي له الفلوس؟ طبعا حولت له اياهم وبعث لي اسم. هو مش اسمه محمد المغربي. هو اسمه الحقيقي محمد عواد خليل ابو سنيه. ده الحواله اللي انت عملتيها بالاسم ده. في صوره عن الحواله. هذا اسمه له الحقيقي. هو هذاك اسمه المزيف. ايوه هو اسمه المزيف. طيب والعلاج لما وجالك العلاج؟ جالك العلاج؟ لا ما بعتش العلاج؟ لا. طيب ما كلمتيهوش ليه تسالي؟ انا حتى عرفت عليه قضيه. يعني انا ما عرفت. ما لي فتره لحتى اوصل له. ما قدرت اوصل له. يعني عندك دليل وهترفعي بيه قضيه؟ طبعا. طيب عندك عندي الاشعار الحوالي موجود. بقدر ابعث لكم اياه. يا ريت تبعتيه لنا ممكن؟ طبعا اكيد. طيب في حاجه ثانيه ولا خلاص؟ لا ابدا. بس انا طيب. بحب نبه المشاهدين انه يبتعدوا عنه وما يسمعوا له. ما يلتزقوا له لانه هذا انسان دجال ومخادع. شكرا سمر. يعني انا اللي عايزه ارجع اقوله انه انا عملت الحلقه دي كانت النيه من ساعه ما بداناها امبارح انا والشيخ محمد انه احنا نوعي الناس والمشاهدين في كل العالم مش في مصر بس انه احنا الناس لازم انها تحذر وتاخد بالها من الدجالين دول
والنصابين دول اللي باسم الدين اللي هم من خلال القنوات ده، دي الطريقة الجديدة اللي بيطلعوا بيها، انه يقول لك انا هفك لك المربوط، وانه العانس هجوزها، وقلب الحبيب، وحشف المرض والرزق. والله كل الكلام ده كده، كل الكلام ده كده. وانا النهارده الحقيقه شيء مؤسف جدا، لانه انا اتفقت مع الشيخ محمد انه يجي، يعني انا مش معقول اجيب حد من وسط الناس زيه زيهم علشان يكشفهم، وبعظمة لسانه النهارده يقول انا، والدكتور هاني يقول انا عنده كرامات. انا ده شيء اصلا يعني يقلل من شغلي انا، وانا بعتذر للساده المشاهدين. حضرتك كده كانك بتعملي له شو؟ لا طبعا طبعا، لا وغلط. وليه انا هو بالذات اللي يطلع يقول على كل دول ان هم نصابين؟ انا النهارده لازم اعتذر للمشاهد، وساعتين امبارح قاعدين بنتكلم ومحدش فكر انه يقطعه، وادينا له فرصه وخليناه يكشف الدجالين كلهم. لكن انا النهارده لما يجي تليفون، ولما تيجي تتوالى التليفونات دي، والناس ابتدينا ان احنا نركز ونسمح للمكالمات، انه ما ينفعش ان انا ابقى غلطانه ساعتها، وانه كل التليفونات دي انها تبقى هي متفقه انها تكون عليه النهارده بالذات، ما هو يبقى انا بقى اللي عامله ومرتبه ده. وبعدين حضرتك كلامك ده خطير يا دكتور هاني، عنده كرامات ويا رب تيجي تاخده مخصوص، دي كارثه. انا بحكي لك حقيقه، كارثه. انا بحكي كارثة. حقيقه في كارثه في كرامات في ناس، مين اللي ناس. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيخلق، خلقنا كلنا انه في حد عنده كرامه عن التاني، وانه يبقى عنده افندم كرامات تباع، انه ويبيع بيها. ازاي والله خليه يدعي لنا على اسرائيل؟ طيب ازاي؟ فانا لازم انا معلش يا دكتور هاني، انا ليه ما بتروحوش يعني... ليه ما بتروحوش مستشفى سرطان الاطفال تخففوا لنا كل الناس اللي فيها؟ ليه ما بتروحوش مستشفى بجد محتاجين القلب بتاعت اسوان تخففوا لنا كل الناس اللي فيها؟ اسمحوا لنا باخر هالفضل الحديث طيب انا قدامي نص دقيقه ونصها لازم اختم فيه. طيب انا لا ادافع عن محمد المغربي ولا ادافع عن اي، انا بالعكس انا ضد كل المشعوذين. وانا اذا حواراتي تجدوها على الشاشات الان، كل حواراتي واستضافاتي للمفتي ووزير الأوقاف والإعلاميين ورؤساء الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان، حتى نتضامن جميعا، ومؤسسات الإعلام الصادقة نتضامن جميعا لمكافحة هؤلاء، لأنهم قتلة، كلهم قتلة. وفي الآخر تفتح 10 قنوات للطب النبوي وتبقى المدير العام بتاعها. مش أنا الفاتح للعشر قنوات، ما أنت المدير العام بتاعها. أنا مدير عام القنوات، أنا إعلامي يا دكتور. أنا إعلامي. أنا إعلامي أرجوك، أنا يعني إعلامي. أنت إعلامي بس، إعلامي والمرتب اللي أنت بتاخده مالكش دعوة بيه. تتبرى منه سنة؟ ولو وجدت تتبرى منه؟ ولو وجدت لا، ولو وجدت لا تتبرى منه، ولو وجدت يا ديسب، لو وجدت شريك يا ذنب ما تتبراش منه، تبقى شريك شريكه، بعتز بشراكته، بعتز باخوته. لو وجدت كلام الاستهلاك يبقى ما تلفش وتدور بالكلام بقى. بص ما تلفش وتدور، لو وجدت عنده واحد بالالف اتقي الله، ما تلفش بالكلام يا دكتور. من ما يمارسوه الشعوذة المشعوذين انا ما بمشي معه. طيب انا عايز اسالك سؤال يا دكتور، هي العشر قنوات دول هدفهم ايه الان؟ الان ومش الان، الان بعد هدفهم ايه؟ طيب الان نطلع انا وياك عند على لا على انا بسالك سؤال، قول لي تشاهدي شو هن الحلقات اللي قاعدين نبثهم؟ الحلقات كلها توعيه للناس. طيب من هؤلاء المشعوذين، وفي الاخر تطلع ببرنامج حضرتك تستضيفه فيه على العشر قنوات، على عشر قنوات الشيخ محمد المغربي، وتلم من وراه. سهلة جدا يا شيخنا اللي بيبقى عايز ينصب. النصاب حريف والنصاب ذكي. طيب استنى فاهمني، فانت شغلانتك في القناة ان انت تجيب له الناس اللي هي الهاي ديت، واخد بالك، والوزير الفلاني وبتاع، عشان يبقى القناة ليها مصداقية. وفي الاخر الثاني. طيب معلش يا شيخ وليد، هو دلوقتي الشيخ يا دكتور هاني، انا ليا سؤال، انا برجوك انك تتكلم معايا دلوقتي. الشيخ محمد طالع يعني هو ما بيجيش في القنوات بتاعته؟ هو ما بيجيش في القنوات بتاعته؟ بيهاجمهم. هو ما بيجيش في القنوات بتاعته؟ بيجي بيطلع بيهاجمهم. هو يجيب له وزير اوقاف ويجيب له بتاعي يلمع القناه وبعد كده يجي برنامج. بيهاجمهم ليه؟ هو مش زيه زيهم؟ ده بيجيب ناس لهم. بيهاجمهم ليه؟ زي اللي هو بتاع بتاعنا بتاع امبارح. مش بيشعوذ؟ لا ما بيشعوذ. وهو شعرفه ان الباقي بيشعوذ. كلهم مشعوذين، كلهم دجالين، كلهم قتلة. ايش عرفك؟ يمكن عندهم كرامات برضه. يا دكتور هو في عندهم كرامات. يمكن عندهم كرامات يا حبيبي. مثل الكرامة اللي عندك. بجد عندك كرامات. انا ما عنديش كرامات. سمعت عن انسان عادي وطبيعي جدا.
من امتى حد بيتاجر بالكرامه؟ يعني 10 قنوات الكرامه كرامه ولا تتاجر بها. الكرامه صحيح كرامه غير منطقي. ليش هو متاجر بالكرامه؟ ايوه ما هو انت حضرتك بتتاجر ليه؟ انت بتتاجر ليه؟ اقول لك ازاي بيتاجر ليه؟ اقول لك تروج له دلوقتي. ايوه تروج له. هي الدكتوره بتتبرأ من هذه التجاره اللي انت هو شركة فيها. كيف كيف؟ ايوه شيري لما تجيب له وزير اوقاف وتجيب له كذا وتجيب له كذا وتجيب له كذا في القناه عشان يطلع هو البرنامج يقبض من الناس. طيب انا بستاذنكم انه في نهايه حلقتي هتكلم مع كل واحد عنده مشكله. الحل بايد ربنا الاول وبعد كده خد بالاسباب. هتكلم مع كل مريض. الشفاء بايد ربنا والعلاج عند طبيب. هتكلم مع كل نصاب محتال بيخدع البسطاء المساكين. انا وراكم وهفضل احاربكم ومش هسيبكم تكملوا لعبه النصب عليهم. هتكلم مع كل اسره وكل فرد فيها. بالحب تتحل المشاكل والعلم عنده تفسير لكل اللي بيحصل مش الدجل. هتكلم مع كل مستسلم سلم فلوسه وشقاه وباع بيته وباع ممتلكاته عشان يديها الواحد ينصب عليه. ربنا ما بيديش قوات خارقه لبني ادم عن بني ادم. هتكلم مع كل مخدوع. ما تخليش ضعفك يلغي عقلك. حل المشكلة يبقى قدامك بس انت بتروح للوهم. هتكلم مع كل المشاهدين في الوطن العربي. حاربوا معايا كل القنوات اللي بتنصب على إخواتنا وأهلنا في العالم العربي. مهما كانت الضغوط هتكلم، مهما كان مين الأطراف هتكلم. تصبحوا على خير.